بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النهار في كل مكان وحلقة جديدة من أوضة اللبس. كالعادة أخبار كتير جدا جدا، وكأس الأمم الأفريقية تقترب، وأولى مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب النيجيري، وضربة البداية نتمناها كلنا الشعب المصري، نتمناها بفوز يضمن لينا تأهل، لأن المنتخب النيجيري هو أقوى فرق المجموعة، ثم بأمال كبيرة جدا على لاعبتنا. عندنا أمور كتير جدا هنتكلم فيها النهاردة، خصوصا بعد وصول البعثة لمدينة جروة بالكاميرون. في بعض الصعوبات في المطار، في بعض الأمور اللي احنا عارفين في أفريقيا بتبقى صعبة، ولكن خليني أقول الحقيقة إن سيادة السفير مدحت المليجي قايم بدور ومجهود كبير جدا، وكان النهاردة موجود وعزم المنتخب بالكامل على العشاء، وده دور دايما سفرائنا في الخارج، باذل مجهود كبير بما يخص البعثه، الفندق، التدريبات، قصه كورونا اللي ضربت المنتخبات بشكل كبير جدا. النهارده منتخبات كتير اشتكت. خلونا في البدايه، سياده السفير جاهز معانا يا جماعه؟ معانا على الهاتف من مدينه من الكاميرون سياده السفير مدحت المليجي، نطمن منه على بعثتنا وايه الامور اللي جرت النهارده مع الفريق بشكل كامل. خلينا نروح لسيادة السفير. برحب بحضرتك. أنا كابتن شادي، ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ جميعا، وربنا يعني ان شاء الله يحقق امالنا كلنا يا رب ان شاء الله. في البداية انا بشكر حضرتك على المجهود المبذول من حضرتك وتوفير كل حاجة لمنتخبنا النهاردة. عرفنا اللي كنت مع المنتخب وكان في حفل عشاء، فخليني في البداية قبل ما أسأل حضرتك عن الأمور كلها اللي تخص جمهورنا ومنتخبنا الوطني، يعني خليني في البداية أشكر حضرتك على المجهود المبذول من حضرتك. الله يخليك. الحقيقة يعني أنا متأكد إن أي مصري، مش مجرد السفير، أي مصري يعني هيعمل أكتر من كده لمنتخب بلاده. منتخب إن شاء الله هيشرفنا وهيرفع راسنا، واحنا كلنا يعني موجودين هنا ومسخرين. بس عايز اوضح نقطه. اتفضل. الحقيقه انا ما عزمتش المنتخب على العشاء، انا حازم المنتخب ان شاء الله في يومين. انا هنا برضو في جروه نازل في فندق زيهم، وبالتالي فانا ضيف برضو زي المنتخب، ولكن طبعا الحمد لله يعني الامور اللي قدرت اعملها الحمد لله. كان المحافظ بنفسه، هي اعلى سلطه في جروه، كان معايا النهارده في شرف استقبال المنتخب على ارض المطار. الحقيقه عملوا حاجات استثنائيه كتير، يعني عاده ممنوع ان حد ينزل ارض المطار، نزلونا لغايه الطياره واستقبلنا البعثه فرد فرد، من اول رئيس البعثه سياده رئيس الاتحاد جمال بي والطاقم المرافقين معاه وكل الاعضاء. الحمد لله يعني اطمنا عليهم ودخلوا. الجمهور كان على طول الطريق حتى الفندق. الفندق فيه برضه يعني على قد ما قلنا ان هو يعني الى حد ما متوسط او متواضع المستوى، الا ان في بعض المزايا، في حديقه كبيره جدا تمنع خالص الجمهور ان هو يكون موجود، الدنيا هاديه حوالين الفندق زي ما طلبنا التامين، ما فيش اي ازعاج من اي نوع. اللاعبين الحمد لله عملوا عمليات احماء بسيطه في حمام السباحه علشان يفكوا العضلات. تناولوا العشاء في الفندق الحمد لله، وكان في برضه محاضره قام بيها الكابتن كيروش، محاضره نظريه في القاعه الرئيسيه بالفندق، وبعد كده حتى هو نفسه موجود في القاعة المحاضرات بيحضر بعض الحاجات لبكره. انا لسه جاي على فكره، يعني سايبهم من حوالي 10 دقائق بالظبط، وكانت الامور مستقره. اللاعبين كانوا دخلوا الى حجراتهم، والجهاز الفني والكابتن وائل جمعه وبعض الاخرين كانوا بيهتموا بالتفاصيل علشان التحضير لبرنامج بكره ان شاء الله. سياده السفير، في البدايه منتخبنا معايا سياده السفير، نحاول نجيب سياده السفير تاني. كان يعني انا يعني كلام كويس جدا، وزي ما قلت لكم دايما جميع السفراء في اي مكان لما بيروح الانديه او المنتخبات بيبذلوا مجهود كبير جدا. سياده السفير رجع لنا تاني. خليني ارجع لحضرتك يا فندم.
فيما يخص المنتخب. انا سامح حضرتك. ايوه، فيما يخص المنتخب كان كلام كتير جدا، السفر والمطار فيه بعض المشاكل والامور دي كلها، كمان لما نتكلم على اللي بيوصل من هناك والاعلام بيوصله ان مدينة جاروة مدينة صغيرة فيها مشاكل كتير جدا، كان في تخوف على لاعبتنا ايوه من كابتن كورونا شريف، فندم. انا بحاول لحضرتك حاجه. هو الحقيقه طبعا خليني اكون امين مع حضرتك. اتفضل. الكلام ده يمكن كان مبالغات من بعض وسائل الاعلام. احنا ما خدناش حوالي ربع ساعه وكنا بره المطار، وما كانش في اي مشكله من اي نوع. انا والجهاز الفني واللاعبين في القاعات بتاعه المطار، والاجراءات كلها تمت بسهوله ويسر، بما فيها اجراءات الجوازات وكل الكلام ده كله. وتم مغادره الفريق كله بعد حوالي ربع ساعه تلت ساعه من وصوله من المطار، وده رقم يعني او مده قياسيه الحقيقه. بعد كده الشنط اللي جت بعد كده، يعني هم اللي قاموا بانهاء اجراءات الشنط، وده كان بناء على توصيه مني، لان ما ينفعش ان الفريق يتم قاعد مستني لغايه اما الطياره تفضي الشنط وتيجي على السير والكلام ده كله. ما ينفعش انتوا بقى تجيبوا لنا الشنط وتحصلونا. وده اللي حصل فعلا. اتوبيس اخر بخلاف اتوبيس الفريق، وبخلاف الموكب اللي كان معمول طبعا للفريق، وكان الاتوبيس كله يعني حراسه من الشرطه كامله لغايه اما وصلوا الفندق. فكل ده الحقيقه تم في سهوله ويسر الى ان وصلوا للفندق. زي ما بقول لحضرتك يمكن الموضوع كله على بعضه، منذ هبوط الطائره حتى الوصول الى الفندق ما اخدش 30 او 35 دقيقه. طبعا ما اظنش ان في مصاعب ابدا بهذا الشكل وهذا الوصف اللي انا بقوله لحضرتك. بسيادة السفير، عايز اطمن من حضرتك على المسحه اللي اتعملت الاولى، وتقال لك في مسحه ما بعد الوصول، دي المسحه الاهم اللي فيها بقى اشاعات على الرئه والصدر، والمسحه دي هي اللي هتحدد بقى الامور كلها. طمني، عايز اطمن من حضرتك على المسحه الاولى اللي هي تمت بالفعل. أنا اللي أقدر أطمن حضرتك عليه إن كل اللاعبين دخلوا، وكل الجهاز الفني دخل، وكل ركاب الطائرة دخلوا ورجعوا الأتوبيس بتاعهم، وبالتالي فيبقى معنى كده إن مفيش أي حاجة تخيف من دخولهم، وبالتالي نقدر نبقى مطمئنين تماما. اللاعبين كلهم والجهاز الفني كل الناس دخلت، وبالتالي مفيش أي حالة تم اكتشافها أو غير كده. هو ده اللي أنا أقدر أأكد لحضرتك عليه. أنا شخصيا مش شايف أي تخوف، خاصة إن الفندق دلوقتي بقى مغلق على كل من فيه، وحتى ما فيش حد من الجمهور أو من الناس مسموح يخش، لأن ببساطة شديدة ما فيش حد نازل في الفندق كله غير البعثة المصرية، وبالتالي ما فيش مبرر لأي حد يخش لأي سبب من الأسباب. سيادة السفير، بشكل عام أكيد عايزين نعرف من حضرتك، هل في مشاكل في مدينة جاروة؟ يعني أنا ليا تجربة هناك مع النادي الأهلي قبل كده أمام القطن الكاميروني، والحمد لله لما البطولة دي أخدها النادي الأهلي، مدينة صغيرة مش كبيرة، يعني مش إمكانياتها برضو مش كبيرة، أنا متذكر كويس جدا. ولكن بعد قصة كورونا عايزين نطمن من حضرتك، هل الكورونا منتشرة بشكل كبير ولا الكلام دوت برضو اللي بيوصل ملوش أساس من الصحة؟ الحقيقه بالنسبه للكورونا سواء في جروه او في الكاميرون ككل، معدلاتها الحقيقه متدنيه. اوميكرون المتحور الجديد لم يسجل رسميا اي حالات مصابه. زي ما حضرتك عارف ان اي حد عشان يقدر يخش الكاميرون لابد اولا ان هو يكون عامل بي سي ار في بلد السفر، وبعدين بمجرد وصوله بيتم عمل بي سي ار اخر في الميناء الوصول الكاميروني، سواء كان في جاروة او في ياوندي او في دوالا. فبالتالي فكره ان حد يخش ومصاب بالمرض ضعيفه نسبيا، وان كان طبعا لا ينفي شيء، لكن انا باكد ان ما فيش اي يعني ارقام من الارقام اللي معانا. زي ما حضرتك عارف احنا في وسط افريقيا ولسنا في الجنوب الافريقي حيث ينتشر هذا المتحور الجديد، وبالتالي فما فيش اي تخوفات. وعلى فكره انا ملاحظ ان كل اللاعبين، ودي واحد يلا شهادة حق، ما فيش حد منهم بيتحرك غير ولابس الكمامة. يعني أنا حتى التقطت بعض الصور ليا معاهم، رافض الجميع رافض إن هو يرفع الكمامة حتى وقت الصورة فقط لمدة ثانية. رافضين. وده يدل على إن إحنا اللعيبة بتاعتنا فاهمة كويس أوي الإجراءات الاحترازية إزاي، وفاهمة إزاي الموضوع المفروض يكون، وأنا مش خايف عليهم إن شاء الله. الامور تبقى زي الفل ويرجعوا كلهم سلام
وشايلين الكاس معاهم باذن الله. سيادة السفير، حضرتك تعلم اكيد نجمنا محمد صلاح يمتلك شعبيه في كل حته في العالم، ان الجماهير بتحبه في كل مكان، اهدافه المؤثره مع ليفربول، احراز بطولات مع ليفربول، اسم كبير جدا في عالم كره القدم دلوقتي. هل في تصور معين لنجمنا، لان احنا شفنا في احد المباريات في التصفيات اول ما المباراه خلصت وقبل المباراه الجماهير بتجري عليه، والمفروض اللي احنا هنحافظ على لاعب بقيمه محمد صلاح، هل في اجراءات امنيه معينه مع نجمنا محمد صلاح؟ انا يمكن ما وضحتش قبل كده، انا قبل سفري من ياوندي كنت بعمل اتصال مع رئاسه الجمهوريه الكاميرونيه مباشره، وطلبت حاجتين. اول حاجه هو حمايه الافراد والبعثه المصريه كافراد، وطلبت كمان يعني طوق امني حوالين مقر إقامة الفريق والبعثة المصرية. السبب في هذا، حضرتك عارف إن الجمهور الأفريقي بيحب قوي الطبول والزهور، وبالذات يعني لو حب يستعملها كسلاح قبل المباريات علشان يعمل دوشة يحرم اللاعبين من النوم. والحقيقة رئاسة الجمهورية ردت عليا رد متميز جدا، وأنا فخور بيه جدا. الرد كان إن المنتخب الوطني وبالذات الكابتن محمد صلاح ده أيقونة أفريقية وليست مجرد أيقونة مصرية، كلنا بنفتخر بيها وبنفتخر بكونه أفريقي، وبالتالي احنا هنعمل أقصى ما في جهدنا علشان ما يحصلش أي مشاكل من أي نوع. أنا على اتصال دائم مع المحافظ وهو كذلك بيكلمني، لأن هو المسؤول عن التأمينات لكل الأفراد ولكل البعثات، والحقيقة إن الراجل مش مؤثر خالص وعلى طول على تواصل معايا، وبيقول لي حتى انا شفت بعض الصور في الاعلام، الصور دي على الباب، قلت له ما تقلقش يا سياده المحافظ انا موجود جوه وفعلا مش شايفين الناس دي، لانها على البوابه الخارجيه من بره جمهور بيحاول يمكن يشوف حد من اللاعبين معدي كده او كده. فمن الناحيه الامنيه يعني ما فيش ما يدعو ابدا للقلق، وهيبان بكره بقى ان شاء الله بالنسبه للتدريبات. وطبعا ما فيش شك ان اكثر اول اختبار واكبر اختبار هو عند المباراة اللي انا بتصور انها هتبقى مباراة حماسية جدا، لان احنا على بعد 100 كيلو من الحدود مع نيجيريا، وبالتالي انا بتصور ان الساعة الغالبة للاستاد هتبقى جمهور نيجيري. نتعشم ان ان شاء الله يكون في جمهور مصري، انا بحاول واسع في هذا الموضوع، وسيادة الوزير اشرف صبحي بيحاول من جانبه ربما نستطيع ان احنا نعمل شيء، والبركة بقى طبعا في سيادة الوزير وفي يعني الاداره في مصر انها تقدر ان شاء الله تطلع جمهور يكون موجود يشجع منتخبنا الوطني، لان يعني مش عايزين يسيبه من غير ما يكون في حد موجود من مصر جنبيه. كنت عايز اعرف من حضرتك، هو ساعه الاستاد بالظبط قد ايه يا سياده السفير؟ ساعه الاستاد 30,000. هي ساعة واستاد مش كبير، ولكن استاد جديد وحديث لسه مبني مؤخرا لهذه البطولة. في ثلاث ملاعب أخرى مخصصة للتدريب، وإحنا الملعب اللي هنلعب فيه يبعد دقيقتين يمكن أو أقل من الفندق اللي الباسة مقيمة فيه، ويتحدد إن شاء الله ميعاد التدريب. بكرة هيبقى الساعة 6 بعد الظهر هيبقى موعد التدريب، وطبعا الميعاد تم اختياره بعناية لانه هيكون في بدايه الظلام، وبالتالي يقارب نفس الموعد اللي هيلعب فيه المباراه الاولى اللي هو هيبقى في حدود الساعه 5 بتوقيت الكاميرون اي 6 بتوقيت القاهره، المباراه الاولى مع المنتخب النيجيري. المباراه الثانيه هتبقى الساعه 8 بتوقيت الكاميرون 9 بتوقيت القاهره، وكذلك المباراه الثالثه اللي هتكون فيها ويندي مع المنتخب السوداني الشقيق. بكره اول ميعاد للتدريب، انا بتصور ان هيكون في تدريبات نهار لفك العضلات ولاحماء اللاعبين قبل التدريب الاساسي اللي لن يسمح فيه بدخول الصحافه والاعلام الا لمده 10 دقائق او ربع ساعه في البدايه، ثم يخرج الجميع بحيث ان المدرب يقدر منفردا بدون اي ازعاج يجري اي تدريبات تكتيكيه يحب ان هو يقوم بيها دون علم الاخرين. ان شاء الله الامور تمشي كويس، انا هكون برضو موجود معاهم بكره من الصبح عشان لو في اي احتياج نقدر نزلله ليهم فيما يتعلق باي تفاصيل. الحقيقه بيبقى في تفاصيل صغيره كتيره ومشاكل بسيطه، لكن الحمد لله بنقدر ان احنا نحلها اول باول. يعني كان في مشكله خاصه بعمليه الارسال التلفزيوني اللي مش واصل، لكن الحمد لله لقينا لها حل
وان شاء الله الارسال للتلفزيوني من البعثه المصاحبه للمنتخب، هتقدر تصور وترسل الصور والافلام اللي هتاخدها. يعني تفاصيل بسيطه برضو، الطباخ محتاج حاجات برضو، بحاول نشوف ان حد يوصله للسوبر ماركت والاسواق عشان يشتري احتياجات المنتخب. حاجات كلها بسيطه وتفاصيل كتيره. حضرتك طبعا كنت لاعب وفي افريقيا، لعبت اكثر من مباراه وعارف بالظبط الحاجات اللي بنحتاجها والحاجات اللي بتعمل مشاكل، بتبقى بسيطه ومزعجه لكن الحمد لله بتذلل يعني على طول. سيادة السفير احنا يعني بنشكرك جدا جدا، واكيد كمان انا عارف مجهود اللي حضرتك بتبذله كبير، واي احتياجات هيكون محتاجها المنتخب انا عارف كله بيشتغل هناك على قدم وساق ومجهود كبير من حضرتك. انا في نهايه كلامي معاك انا بشكر حضرتك جدا جدا، هيبقى لينا اكتر من لقاء ان شاء الله نطمن دايما على بعثتنا من خلال حضرتك. سيادة السفير انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك جدا باسم الشعب المصري بالكامل على كل مجهود واستقبال البعثه وما سبتهمش ولا ثانيه النهارده. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. ده كان واجب علينا، بتطمنا على البعثه في البدايه، ثم سياده السفير ما قالش يعني ما سابش اي حاجه ما قالهاش الراجل، سواء التدريب، المسحه اللي موجوده، سواء الاحتياجات المنتخب فيما يخص كل حاجه. عشان كده حبينا ان احنا نبتدي الحلقه النهارده بشكل مختلف ونطمن كمان على بعثتنا. ضربه البدايه ان شاء الله يوم الثلاث في السادسه مساء. احنا عارفين في البدايه اللي انا كمان عايز اتكلم فيه، كورونا بتضرب منتخبات ولاعيبه مهمه جدا. يعني على سبيل المثال بنتكلم على مندي حارس تشيلسي وحارس المنتخب النيجيري السنغال اسف، وكولوبالي مدافع كبير جدا في نابولي الايطالي، بلعيبه كتير جدا. حتى عايز اقول لحضراتكم على حاجه، يعني بنتكلم على منتخب السنغال بتضربه حالات، منتخب بوركينا فاسو، منتخب غينيا، منتخبات كتير جدا، الجابون، لعيبه مهمه جدا. قصه كورونا دي فعلا حاجه غريبه جدا جدا جدا. عندنا زي ما حضراتكم عرفتوا امبارح عصام الحضري وابو جبل مش هيسافروا بسبب قصه كورونا، ودي امور صعبه جدا، يبقى في تجهيزات. فحصل هنا تبديل مع الكابتن طارق سليمان. عندنا من الكواليس ليه قصه الحضري دي حصل، كان في مدير اداري الفريق محمد صلاح، ده الراجل ده سافر عشان يجهز الامور عشان البعثه تبقى موجوده. انا مش فاهم برضو عشان اكلمكم بامانه، يعني المفروض اللي انا اتعلمته في الرياضه على مدار سنين طويله يسافر معاه كابتن وائل جمعه، يقعدوا يجهزوا الفندق، يجهزوا المعسكرات، يجهزوا التدريب، ثم الفرقه تسافر لهم، خصوصا اللي احنا عارفين فيه كورونا. فالراجل يسافر ويجي له اصابه فيجي يتعامل فيتصاب اداري تاني اسمه علي محمد علي، فين الاصابه لعصام الحضري، فين الاصابه الحضري بيتدرب مع ابو جبل، فكان ممكن يبقى الشناوي وكان ممكن يبقى جلوينش، وكان تفتح بقى الدايره بقى. ليه؟ عشان من الاول التفكير لما تفكر صح توصل للهدف اللي انت عايزه او تحافظ على نفسك بشكل كبير. انا هنا بتكلم، مش هتكلم عن منتخبات، الحالات كلها موجودة وكل الناس كاتباها في مواقع والكلام ده، ما بحبش اتكلم في كلام كتير الناس اتكلمت فيه، ولكن ليه منتخب بلدي النهاردة انا بسافر بعمل التجهيزات المفروض تبقى موجودة، على سبيل المثال الفندق، الإقامة، التدريبات، بنسق مع سيادة السفير، الأمن، هبقى مأمن الدنيا إزاي؟ هل النهاردة اللعيبة الناس هتطلع لها الغرف بسهولة؟ خلي بالكوا سيادة السفير اتكلم في نقطة في غاية الأهمية، إحنا ممكن ناخدها كده بسهولة لكن دي بتبقى صعبة جدا. معروف في الكاميرون وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكمان كوت ديفوار استخدام السفارة دي بتاعتهم المشهورة بيها، فدي لو خمسة ستة استخدموها بس مش هتعرف تنام لان صوتها مزعج جدا. فازاي انت لما تسافر تأمن الكلام ده كله؟ انا لما سافر بقى مش رايح جاي رايح جاي، المفروض اللي انا بطمن على الحاجة دي ثم البعثة تسافر، ببقى مجهز انا الامور كلها. وبعدين لما ارجع كمان مش هدخل على الفرقة على طول، اتعزل بقى. ما في حاجات كده محتاجة احترافية، ما انا قلت لكم احنا بنعمل كل حاجة كويسة والحاجات الصغيرة جدا مش بنعملها، مع انها انت خلاص عملت الصعب، سافرت وجهزت وحجزت وعملت كل حاجة
وشفت مكان الاقامه. طب الاجراءات بقى الاحترازيه بقى اللي شايفين المشاكل دي كلها، ده احنا بقالنا سنتين واتعمل كل البرامج اللي ممكن يتقال عليها في الدنيا الحكومه عندنا عملتها. واللجنه الطبيه في اتحاد الكره فين من الكلام ده؟ انا بتكلم هنا بشكل عام عشان بجد لازم نتعلم، لازم نتعلم، لان النهارده مدرب الحراس مش موجود فيسافر الكابتن طارق سليمان مكان عصام الحضري ثم ابو جبل. طب افرض ابو جبل هو الحارس الاساسي، لا قدر الله حصل حاجه للشناوي، فانت على فكره الكوره مستويات، فلو بنتكلم على احسن حارس في مصر او اعلى مستوى دلوقتي وفورم عالي محمد الشناوي، بعديه ابو جبل. محمد صبحي مش هو ابو جبل، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، هو المستقبل، محمود جاد نفسه هم المستقبل، في حراس مرمى هم نجوم المستقبل، لكن ما اجيبهمش انا من ضل النار يحصل لا قدر الله حاجه، يلا اتفضل العب. خصوصا مركز حراسه المرمى ده صعب جدا جدا، فنمشي كويس ثم نيجي عند اللقطات المهمه. والله يعني انا اقول لحضرتك ربنا لطف فينا لما لقيتوش بقى ايه 7 8 9 10، فدي كانت هتبقى مشكله كبيره. زي ما قلت لسياده السفير هو معانا دلوقتي قال لك مش هيخرج من المطار لغير اجراءات سليمه 100%، فالحمد لله اللي بعثتنا خرجت بالسلام. وهنا الرساله للاعبين من خلال برنامج اوضه اللبس والجهاز الفني، دي مش بطوله وديه زي كاس العرب، دي مش للتجربه، دي للمنافسه. احنا المنتخب اللي ليه تاريخ في كاس الامم الافريقيه، احنا المنتخب اللي اخذ البطوله 7 مرات، احنا المنتخب الوحيد اللي 3 مرات متتاليه، فلازم نستعد بكل قوه. الحافز بتاعنا بيكبر مع المباريات وهي بتتلعب، اول مباراه هتلاقي بعد كده دافع جماهيري من قبلها في طبعا ثقه ودعم من الجماهير ومن الاعلام، ثم تاني مباراه هتلاقي الناس بقى بتتابع بشكل قوي كالعاده زي ما اتعلمنا. فلازم ضربة البداية أكون على قدر المسؤولية، أتحمل تيشيرت بلدي اللي أنا لابسه، بمثل بلدي وبمثل منتخب بلدي. ضربة البداية دايما أتذكر في 2008 كان صامو القط والمنتخب كله محترف بالكامل، وكان سمير زاهر رئيس اتحاد الكورة والكابتن حسن شحاتة كان موجود الله يرحمه الكابتن سمير، وكان في نظام وتسافر قبلها جذب الكامل في اليوم الفلاني من اول يوم لغايه 10 يوم معانا ورق خلاص انت عارف مواعيدك ايه النظام. رحت تقابل الكاميرون اول مباراه رساله للجميع 4، وانت عدد المحترفين بتوعك يتعدوا على صوابع الايد. ثم قابلنا الكاميرون اول مباراه صامو القطو وكل النجوم اللي موجوده وبيخسروا بال4، كانت رساله واضحه للجميع، كان منتخب مرعب، كان الكلام والصحف كلها التوقيت ده على المنتخب المصري جاي بقوة يحرز البطولة. فبالتالي لما رحت قابلت كوت ديفوار في الأدوار اللي بعد كده كانوا مرعوبين، الوشوش كانت مرعوبة رغم اللي هم كانوا قبلها كاسبين غينيا 6، ما قلناش احنا جايين انا ماضي نروح كاس عالم، لا احنا تاريخ وتاريخ كبير جداً، ومهما كانت المنتخبات كلها محترفة لا احنا عندنا من الروح والكواليتي من نوعية اللعيبة بس الحافز الدافع للمدير الفني بيدخل اللعيبة ده مهم جدا جدا. فأتمنى يا رب ضربة البداية تبقى قوية. من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها ايضا النادي الاهلي رجع للفرقة بالسلامة ورجع موسيماني بالسلامة، والنهاردة كان في بعض التدريبات في الجيم وكان في كلام مستر موسيماني، لكن ايضا النادي الاهلي مجموعه من اللعيبه بقصه كورونا. النهارده سمعنا بنتكلم على احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، وياسر ابراهيم، بعد المسحه اتضح اللعيبه عندها كورونا واحنا داخلين على كاس رابطه الانديه، ده غير اللي فيه 5 مشتبه فيهم. فلازم انا هو ده اللي عايز اقوله للجميع، انا ما ينفعش اتحرك كتير، انا لاعب عندي مسؤوليات، انا لاعب محترف عندي بطوله واثنين وثلاثه واربعه، لازم اعيش حياه الكوره، لازم اعيش حياه الكوره، حياه الكوره بخرج بميعاد وبرجع ميعاد، مش ما بخرجش كل شويه، ما بسهرش، ما بعملش اي حاجه ما ينفعش اعملها، تحركاتي بحساب.
تحركاتي بحساب. هو ده اللعيب المحترف، هو ده اللعيب اللي عاوز يكمل، هي دي عقلية اللعيبة اللي بتكمل في الأندية الكبيرة. فبالتالي كل شوية بقى 5 كورونا، 4 مشتبه فيهم، 10 كورونا، انت لعيبة محترفة، انت لعيبة محترفة، فلازم اعيش حياة الكورة طول الوقت وتقعد اكبر وقت في الملاعب. ليه؟ لان حياة لعيب الكورة قصيرة، ودي نصيحة. لعيب الكورة ما ينفعش ياكل اي حاجة، ما ينفعش يصاحب اي حد، ما ينفعش يدخل اي مكان، في مكان يليق باسم النادي اللي انت فيه. ولما بتلعب في نادي بحجم النادي الاهلي او الزمالك وتلعبوا عدد بطولات كبيره جدا، لازم تحترم اسم النادي وكيان النادي بقى. الصديقه اللي ما ينفعش، شفنا لعيبه بتصاحب اصدقاء شياطين بيبعدوهم عن كره القدم تماما رغم امكانياتهم كبيره، والطبيعي يعملوا تاريخ كبير جدا، لكن سنه سنتين بيبقى فرحان اللي هو موجود في النادي الاهلي، ولان النادي الاهلي عليه سبوت اعلامي كبير، فبالتالي بيبقى فرحان بالشو. وفي لعيبه بتسكن قلوب الجماهير من قبل ما تلعب، تبقى امكانياتها عاليه، لكن هي ما تعرفش امكانياتها، هي عارفه السهر، هي عارفه الاصدقاء السوق، ما تعرفش يعني ايه تغذيه، ما تعرفش يعني ايه تنام بدري. لكن لما انت حتى بكلمكم انا دايما وانا بدردش شويه موضوع ببقى فاتح قلبي، يعني قلت الكلام ده اكتر من مره. انا النهارده لما اعيش كويس واحترم النادي اللي انا فيه واحترم جماهيره واحترم التيشيرت اللي انا لابسه، هحقق تاريخ كبير جدا، هرفع من اسرتي معايا، هعلم اولادي كويس. ما هو انت هتستفيد برضو. استغرب من العقليات التعبانه بجد. ده لازم اعيش حياه الكوره، لان عمر لعيب الكوره بيبقى مش بالكبير. فلازم لما اقعد في انديه كبيره بحجم الاهلي او الزمالك او بلعب في المنتخب الوطني احافظ بشكل كبير جدا، لان دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. فده كان كلام مهم جدا، خصوصا بعد الخبر اللي خارج من النادي الاهلي النهارده باربع لاعبين بتضربهم الكورونا، ثم 5 مشتبه فيهم. من ضمن اللي احنا بنعمله برنامجنا دايما بنستعين باسماء كبيره في عالم التدريب ولاعبين كبار. النهارده معانا على الهاتف واحد من نجوم تونس، واحد من لما نتكلم على اللعيبه المهمه في تاريخ تونس والمدربين المهمين، اكيد الكابتن نبيل معلول اكيد معانا النهارده في اوضه اللبس. كابتن نبيل برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن شادي، السلام عليكم ورحمه السلام. الله تعالى وبركاته، واهلا بكل مشاهديك. كابتن اولا انا مبسوط اللي حضرتك معايا النهارده كنجم كبير جدا، والنجوم الكبيرة بنحب نسمعها سواء في التحليل وتوقعاتها والكلام ده كله. كابتن نبيل في البداية، ايه رأيك في أمم أفريقيا وإصرار صامويل إيتو وبعدها محكومي ان البطولة تتلعب في الكاميرون افضل مكان تتلغي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله احسن شيء، لانه تأخرنا كثير، تعرف المفروض البطولة هذه مدة كان صار لها من اللي بشتير، تأخرت بسبب كورونا الاوان، وقت يظهر لي متميز جدا، لكن تعرف بعد جدل كثير واخذ ورد، كانت في الصيف بعدين ولدت في فصل الشتاء حاليا وبعدين في الصيف وبعدين رجعت في الشتاء. الاوان ايضا مش المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم يعني ثبتها في شهر 6 كل سنتين، لانه ممكن افضل فترة وتساعد انه اللاعبين الافارقة المحترفين برا كثار حاليا مع المنتخبات نتاعهم. ونعرف يعني كل واحد لازم يحط نفسه يعني في مكان مدرب ولا في مكان رئيس نادي، لما يخرجوا عليك معناها كميه كبيره من اللاعبين طبعا باش تتضروا لمده شهر، يعني شهر اذا كان وصلت معناها للدور النهائي، واكثر من شهر ممكن زاد في بعض الحالات اذا كان ناخذ بعين الاعتبار التحذيرات. لكن اظن انه صامويل إيتو وجوده مهم جدا في الفتره هذه، وانتخابه معناها في الفتره هذه كان مهم جدا لتثبيت بطوله افريقيا الحاليه في وقت الحالي حاليا. ممكن لو عدم وجود صامويل إيتو ما كانتش بطوله افريقيا تتلعب في التوقيت هذا، وشفنا الشيء اللي صار، خاصه انه انفونتينو كان مصر على تاخير البطوله هذه لوقت لاحق. دي حاجة. كابتن
خبرة حضرتك أكيد كبيرة جدا، وبنتكلم على مدير فني من أكبر المدربين في أفريقيا وحققت بطولة أفريقيا مع فريق الترجي. توقعات حضرتك إيه للبطولة بشكل عام؟ وانا نتمنى التاكد، يعني صعب شويه، لكن ان شاء الله بتكون بطوله على مستوى متميز، لانه ممكن من المرات القلائل اللي نشوفه عده منتخبات يعني تريد الفوز بالبطوله هذه، ثم ممكن ايضا من المرات القلائل اللي مستوى المنتخبات متقارب جدا، يعني ما فماش فوارق كبيره مثل قبل بين مستوى المنتخبات، يعني منتخبات شمال افريقيا خليني نقول في اوج العطاء، تونس مصر الجزائر والمغرب والاربعه معنا قادرين باش يفوزوا بالبطوله هذه، بدون ان ننسى ولو انه شفنا في السنوات الاخيره اخر شويه نوعا ما مستوى الفرق افريقيا السمرة شويه، نيجيريا مش هو نيجيريا، الكامرون مش هو الكامرون، الكوت ديفوار مش هو الكوت ديفوار، لكن هذا ما يعني شيء. الكامرون تلعب على ارضه وامام جمهورها، وشفنا انه بلد كامل ورا الفريق ورا المنتخب ويحب يفوز بالبطوله هذه. السنغال نعتبره انا من افضل المنتخبات اللي موجوده في افريقيا حاليا، ممكن انا اقول يعني البطوله ما تخرجش من الست فرق هذه الاربع منتخبات العربيه مع بلاس نقول انا السنغال والكامرون. انا عارف ان التوقعات يا كابتن دايما بتبقى صعب، بس انا حابب اسمع منك عشان بعد كده في اخر البطوله هنتصل ببعض واشوف كلامك صح ولا لا. قول لي مين هيبقى اللي هياخد البطوله، توقعات حضرتك كده الاول والتاني والتالت. والله صعب خويا شادي، صعب كثير كثير. تعرف ليش؟ لانه في عامل مهم جدا، يعني التحضيرات للبطوله هذه كانت قصيره بالنسبه لكل المنتخبات تقريبا، تعرف اللاعبين خاصة اللاعبين المحترفين اللي في أوروبا التحقوا بالمنتخبات نتاعهم بعد يوم 3 شهر، يعني أقل من أسبوع قبل بداية، أو أسبوع بالضبط قبل بداية الأول مباريات لكل المنتخبات، يعني الفورمة نتاع الوقت الحالي اللي باش يكون عليه اللاعبين المهمين نتاع المنتخبات اللي ذكرتها حاليا هي اللي باش تحدد يعني البطل بدون أدنى شك إن شاء الله. كابتن، منتخب التونسي واستبعاد فرجاني ساسي هيروح لفين المنتخب التونسي في أمم أفريقيا اللي خلال أيام يعني؟ والله رغم الصعوبات والتحذيرات يعني ممكن ما كانتش متميزة كثير بالنسبة للمنتخب التونسي والمشاكل اللي كانت موجودة، لكن فما إصرار كبير من اللاعبين ومن الاطار الفني على ان المنتخب التونسي يلعب الادوار الاولى يمشي لبعيد، خاصه بعد الوجه المشرف والمتويز والوصول للنهائي في الكاس العرب الاخيره، لكن هذا ما يعني شيء، يعني نعرفوا ان بطوله افريقيا مغايره تماما على كاس العرب، المنتخبات خاصه العربيه بتكون متجه بالنجوم نتاعها الاوائل في الكاس الافريقيه هذه، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان المنتخب التونسي يبني الولاء الحسن، ولما لا يعيد سيناريو البطوله العربيه ان شاء الله يلعب الادوار الاولى ان شاء الله يا رب. اكيد نجم كبير بحجم نبيل معلول معايا على التليفون، ولازم اساله السؤال ده، هو اكتر حد يقدر يجاوبنا على السؤال ده. هو ساسي كان متالق جدا مع نادي الزمالك، هل مستواه الفني تاثر بعد الخروج للدوري القطري؟ بدون ادنى شك، هذا يعني ما فيش اي نقاش انه مش فرجاني ساسي اللي نشاهده فيه حاليا مع نادي تحيل هو نفسه اللي كنا نشاهده فيه مع نادي الزمالك في السنوات الاخيره، والمستوى المتميز اللي قدمه فرجاني ساسي مع نادي الزمالك ومع المنتخب التونسي في الفتره الاخيره، لكن هذا ما يعنيش اظن انه عدم وجود فرجاني ساسي مع المنتخب فيه ظلم كبير للاعب وللمنتخب، لانه يعتبر فرجاني ساسي في السنوات الاخيره 7 أو 8 السنوات الاخيره من اعمده المنتخب التونسي، ممكن المدرب منذر الكبير علل ذلك على ممكن لانه فرجاني ساسي في الفتره الاخيره تعرض الى كورونا
لكن كنا قادرين لاعب في حازم فرجاني سيسي قادر باش يعطي الإضافة ويقدم مستوى متميز مع زملائه المتواجدين. أكيد كابتن برضو أسألك على علي معلول ويستقر وبيمضي عقد يمدد عقده مع النادي الأهلي ويستمر لمواسم أخرى، إيه رأيك في التجديد ده كابتن؟ والله أنا كنت كابتن شادي قلت الكلام هذا منذ فترة، وتمنيت أنه علي معلول يكمل مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، لأنه مش يلقى فريق معناها في مستوى وفي حجم النادي الأهلي ويعطيه الاسم الكبير اللي اصبح عليه علي معلول والمستوى العالي ويفوز بالبطولات الكل هذه ما شاء الله اللي فاز بها علي معلول منذ انضمامه للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي اعطى علي معلول ستاندينج اخر، اعطاه معناها بعد اخر، ثقه كبيره اصبحت عند هذا اللاعب، وطبعا بدون ادنى شك اصبح من افضل اللاعبين في المركز نتاعه في القاره الافريقيه وفي الدوريات العربيه كلها. كابتن علي يعني انا عايز اقول لك على حاجه بامانه، يعني انا بهنيك على المستوى اللي حضرتك بتقدمه مع فريق الكويت الكويتي وتصدر الجدول، ماشي بشكل كويس جدا، وده مش غريب على مدرب تقيل بلغه الكوره ومدرب عنده خبرات كبيره جدا. النهارده لو عينك على الدوري المصري وعندك بعض النواقص، مين اللاعب اللي ممكن تضمه للكويت الكويتي من مصر؟ والله احنا في حاجة لاعبين معناها سريعين أجنحة متميزين يكونوا متواجدين معانا، ممكن ستايل لاعب مثل رمضان صبحي مثل بن شرقي، يعني هذا مستايل اللاعبين اللي مفقودين شوية نوعا ما أو في حاجة ليهم. احنا أفشى، احنا في حاجة أيضا إلى صانع لاعب صانع ألعاب على مستوى عالي جدا أيضا، هذا من المراكز اللي نقصتنا شوية في الوقت الحالي في الكويت الكويتي. الكابتن نبيل معلول المدرب الكبير اللي قدر مع فريق الترجي يحقق بطولة أفريقيا ودلوقتي المدير الفني لفريق الكويت الكويتي كان موجود معانا في أوضة اللبس النهارده. كابتن أنا بشكرك شكرا جزيلا وسعدت جدا بالمكالمة مع حضرتك النهارده. دايما بنحاول نسمع اراء مختلفه من كل حته، خصوصا المدربين زي الكابتن نبيل معلول اللي صولات وجولات في افريقيا، راجل بيتكلم في الكوره الناس كلها بتحترمه لان ده رايه دايما الناس بتاخد بيه وبتشوف تحليله دايما في الكوره، تحليله منطقي جدا، عشان كده كان موجود معانا في اوضه اللبس النهارده. طيب انا كنت بتكلم قبل المداخله عن النادي الاهلي فيما يخص قصه كورونا. كابتن حسام حسن بيتكلم مع الحاج محمد مسلحي او استاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد لضم محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي، لان فرصه الراجل ضعيفه وما بيلعبش بشكل منتظم بعد العوده من الاصابه، فالكابتن حسام حسن دايما بيبقى عينه على بعض اللاعبين، فلو الصفقه دي تمت ده واحد من اللعيبه المتميزه جدا جدا وربنا يبعد عنه الاصابات. كمان عايز اقول لحضراتكم محمد مسلحي راجل الناس بتعشقه في الاسكندريه، يعني كان الانتخابات الاخيره فاز بالتزكيه على كرسي رئاسه الاتحاد السكندري، واحد من الشخصيات المحترمه وتنال احترام الجميع محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ودايما بقول لكم حتى لو مر بصعوبات في وجود محمد مسلحي على كرسي رئاسه الاتحاد السكندري الراجل ما بتلاقيش اي صعوبات، ما تعرفش بيوفر فلوس منين، ما تعرفش يجيب صفقات منين، يتعاقد مع مدربين كبار، بيشتغل الناس بتثق فيه طول الوقت في اسكندريه، وبينال زي ما قلت لكم قصه حب واحترام طول الوقت طول ما هو موجود في الاتحاد السكندري، بيبقى فيه ثقه بيبقى فيه هدوء كمان عند الجماهير، ما نسمعش الاتحاد مشاكل في وجود الراجل ده للامانه. يعني ده من ضمن الكلام اللي كلمه كابتن حسام حسن اللي هو عايز يضم محمد محمود من النادي الاهلي، وتربط اعتقد الاستاذ محمد مسلحي بعلاقه طيبه مع مجلس اداره النادي الاهلي. الصفقه هتتم مش هتتم دي المعلومات اللي عندنا لحضراتكم. كمان قصه كورونا اتكلمنا فيها مع حضراتكم، كمان من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها دايما بيبقى في حاجات كويسه ويبقى في يعني عايز اقول ان النادي الاهلي كانوا موجودين في قطر
فالنادي الاهلي النهارده بيخرج جواب شكر بشكل كبير لرئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفه، لان تكاليف محمود متولي لاعب النادي الاهلي كان مصاب وبيتعالج هناك في المركز في قطر، فالناس مرضوش رفضوا ياخدوا اي فلوس، فبالتالي النادي الاهلي اصدر خطاب شكر النهارده، ودي حاجه بصراحه محترم من الطرفين. يعني النهارده بقى في تكاليف، حضراتكم عارفين لما اللاعب بيبقى مصاب بقى في تكاليف كتير جدا عشان يرجع، في مركز ثقه اللي انت لما تدخل اللاعب يرجع بسرعه، فبالتالي انا شايف ان ده كان حاجه محترمه جدا من النادي الاهلي ومن الاتحاد القطري. طيب، من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، خلوني اروح كده لبعض الامور في نادي الزمالك. نادي الزمالك في العقود بتاعته عايز يلغي قصة الشروط الجزائية فعايز يعمل تسعيرة عالية كده، اللي هو انت عايز تمشي على 10 مليون ومحدش هيكتب اي شروط جزائية. فاللي انا من وجهة نظر، يعني لما اجي اجدد مع لاعب، في لاعب احمد مش زي خالد مش زي ابراهيم، بمعنى ده بياخد جنيه، ده بياخد 10، ده بياخد 15، هي امكانيات، مفيش حاجة اسمها لا في سقف الفئه الاولى، مفيش حاجه كده، الدنيا اتغيرت، احنا في احتراف. وكمان لازم ثقافتنا كلنا نخرج اللعيبه. نيجيريا بتعمل ده، واضمن حقوق في العقود، واحد لما يخرج ويتباع كذا اخد كذا، كل الدنيا بتعمل كده دلوقتي. كمان النادي الزمالك مستأمن فكره وكلاء اللاعبين اللي بيعبثوا بعقول اللعيبه، خصوصا الامور بقت ماديات واضحه، الانتماء قال يا جماعه، خلينا قلت لكم الكلام ده مره واثنين وثلاثه، فانت جيل بالكامل بيحترم ناديه، ولما بيلبس ناديه بيقاتل، لكن برضو عقله بيتكلم في ارقام، واحنا المشكله اللي عندنا الارقام فيها عشوائيه بشكل كبير جدا، حاجه ملهاش علاقه بالتقييم. يعني انا افهم اللي بياخد مبلغ كبير بيبقى بيجيب بطولات رقم واحد قبل حاجه، طالما هو قاعد بيبقى لما تيجي تصنفه كلاعب، لو هو مدافع بيتعامل ازاي، بيقطع كام كوره، بيتعامل ازاي مع الكرات العاليه، الانقاذ قد ايه، بتعمل كده عشان ياخد الرقم ده. لكن انت هنا يعمل لك يجيب لك هدف نجم النجوم زي ما سمعنا كده حسين فيصل، اديله يا ابني 50، واحد معدي من الشارع اللي ورا طلع له 25، اللي يجي في دماغك قوله. وللاسف تلاقي التسويق ده والله بيحصل، وتروح يلا تلاقي لاعب بيجدد مع نادي، اللاعب دوت مثلا عارف هياخد واحد اتنين، تلاقي وكيل اللعيبه سيبني هظبط لك الدنيا وبتاع مالكش دعوه هجيب لك اكتر، فيروح يقعد مع اداره النادي. اداره النادي لو غلبانه بتستجيب، ده يقول له جاي له فلان الفلاني بص الرسائل عامله ازاي، ويبتدي يسرب، ده الزمالك عايزه ومش عارف بيراميدز عايزه ومش عارف. فهنا الاسعار ملهاش علاقه بالواقع اللي احنا عايشينه، ارقام خياليه مع امكانيات اقل من الماديات اللي موجوده من غير ما حد يزعل مني، دي الحقيقه اللي موجوده. كمان النهارده هنبتدي معاكم الفقره مع بدايه السنه الجديده، الفقره اللي وعدناكم دايما، قلت لكم البرنامج ده ليه دور اجتماعي وليه دور مهم جدا، اللي هو يدعم النجوم ونعرف الاجيال اللي موجوده دلوقتي اللي فيه نجوم سابقين، مش الجيل ده الحالي في الاهلي والزمالك وكل الانديه، ده بس اللي بيحقق، او ده بس اللي بيفرحك، او ده بس اللي منتمي. الكيانين الكبار وغيرهم من الانديه مر اجيال صنعت تاريخ مشرف، مرت اجيال صنعت تاريخ مشرف، سواء كان مدرب او سواء كان لاعب او في طايره في سله في اي لعبه، في اسماء رنانه رفعت اسم البلد ورفعت اسم ناديها ورفعت اسمها، عشان كده راحوا في حته تاني. ففقره نجم لا ينسى هبتدي معاكم النهارده بيها، هتبقى معانا كل يوم، بنكرم فيها نجوم وبنقول للاجيال اللي موجوده، ممكن يكون تقرير 3 4 دقائق، لكن بيلخص قصه نجم تاريخ كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم، سواء للوطن او لناديه او لاسمه الشخصي. فواجب علينا النهارده اللي احنا نكرم النجوم دي. فببتدي النهارده معاكم اولى فقراتنا من نجم لا ينسى، للفقره دي هتبقى معانا كل يوم، ونكرم فيها كل الناس، كل حد تعب واجتهد وبذل مجهود كبير بنكرمه ونقول له احنا مش هننساك ابدا، وكمان بنعرف الشباب اللي طالع
تاريخك كان فيه ايه والتاريخ المشرف ده جه ازاي، نروح نشوف نجم لا ينسى معانا مين ونرجع نعلق عليها مع حضراتكم. هو أسطورة كروية خالدة بكل ما تحمله وتعنيه الكلمة، كان لاعب فذ بيغازر الشباك ويمطر شباك المنافسين. أصبح مدرب عظيم لا يعرف سوى الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية وتحدي الصعاب، حازف من قاموسه مصطلحات اليأس والفشل. تميز بالانضباط والشخصية القوية، كونوا أحد رجال القوات المسلحة المخلصين. تمتع بالأخلاق الحميدة والروح الرياضية علشان يكون رمز في تاريخ الرياضة المصرية والعربية، هو الراحل محمود الجوهري. ولد محمود نصير يوسف الجوهري في 20 فبراير عام 1938 بالقاهرة. انضم لصفوف النادي الأهلي في سن صغيرة وتم تصعيده للفريق الأول وهو في 17 من عمره، ولمدة 10 سنوات استطاع خلالها تحقيق 10 ألقاب داخل قلعة التتش، بواقع 6 ألقاب للدوري، 3 ألقاب للكاس، ولقب لدوري منطقة القاهرة. أجبرته بعدها إصابة الرباط الصليبي على الاعتزال وهو في 27 من عمره، وده في موسم 65-66 مع منتخب مصر. استطاع التتويج بلقب أمم إفريقيا عام 59، وحقق لقب الهداف بعد ما أمطر شباك إثيوبيا بهاتريك خلال منافسات البطولة اللي احتضنتها مصر. وأيضا كان الجوهري ضمن لاعبي منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 60. بيعتبر الجوهري واحد من رجال القوات المسلحة اللي ساهموا في نصر أكتوبر المجيد، فشارك في ملحمة الانتصار على العدو وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة. محمود الجوهري كان أول مدرب في تاريخ إفريقيا يحقق لقب بطولة الأمم الإفريقية لاعب ومدرب. بعد ما حققه داخل المستطيل الأخضر عام 59، عاد ليعانق الأميرة السمراء من خارج الخطوط خلال ولايته للفراعنة في بوركينا فاسو نسخة 98، والإنجاز المدوي لكتيبة الجنرال وقتها قبل ما يعادل النيجيري الراحل ستيفن كيشي إنجازه مع النسور الخضراء. هو المصري الوحيد حتى الآن اللي نجح في قيادة منتخبنا الوطني للتأهل للمونديال في نسخة 90 بإيطاليا، والمشاركة المصرية اللي رفع الجميع ليها القبعات خاصة في المباراة الأولى أمام طواحين هولندا أبطال أوروبا. كمان حقق الجوهري لقب البطولة العربية مع المنتخب المصري في سوريا عام 92. بيعتبر الراحل محمود الجوهري هو المدير الفني الوطني الوحيد اللي تولى تدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فتولى تدريب الفريق الأحمر مطلع الثمانينيات وقاده لأول تتويج قاري في تاريخه، وظفر معاه بدوري الأبطال نسخة 82 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني، وعاد لترويض أسود كوتوكو من جديد عام 93 وتدوين اسمه بحروف من ذهب في سجل مدرب الزمالك ومعانقة اللقب الإفريقي من جديد، فضلا عن تحقيقه لقب السوبر القاري مع الفارس الأبيض في 94 على حساب الأهلي في جوهانسبرغ. الجنرال الجوهري هو مؤسس الاحتراف في مصر والمساهم الأول في خروج أكتر من لاعب مصري للاحتراف في أوروبا، على رأسهم العميد حسام حسن وهاني رمزي وأحمد حسن وغيرهم كتير من نجوم المستديرة في مصر. أيضا ساهم الجوهري في طفرة كروية هائلة في الكرة الأردنية خلال الألفية الحالية، وقاد النشامة للتأهل الأول في تاريخهم لكأس آسيا في نسخة 2004 بالصين، وغيرها من الإنجازات مع المنتخب الأردني واللي دفعت العاهل الأردني لتكريمه ومنحه الوسام الملكي
وبعدها تعيينه مدير فني ومستشار للاتحاد الأردني. الحديث عن تاجر السعادة الأول للكرة المصرية محمود الجهري محتاج لمزيد من المجلدات والصفحات لتدوينه. فرحل شيخ المدربين قبل 8 سنوات، لكن فضلت مواقفه الخالدة وإنجازاته التاريخية وأخلاقه الحميدة خالدة في قلوب وأذهان أنصار الكرة المصرية والعربية بشكل عام، واللي بيرفعه دايما شعار لن ننساك يا جهري. كان معانا في نجم لا ينسى جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري. محتاجين شهور وسنين عشان نتكلم عن الراجل اللي بيحب بلده ده. قد ايه كان بيعمل انضباط في اي معسكر، وقد ايه كان بيحب البلد دي، وقد ايه كان دايما في محاضراته كان بيكتب جمل معينة، الانتصار والروح وبس الدوافع عند اللعيبة اللي موجودة. عشان كده في نجم لا ينسى شخصية عظيمة النهاردة ابتدينا بيها الفقرة، جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه ويغفر له، لأنه واحد من الشخصيات اللي الجميع بيحترمها وصنع تاريخ كبير لمصر. حتى لما راح الأردن نال احترام الجميع، أنا كنت موجود في الأردن، وقد إيه الناس بتتكلم عليه بشكل كويس جدا، وقد إيه الناس بتحترمه من أول الرئاسة حتى أصغر واحد في الأردن. لما تجيب يقول لك الجوهري جا هنا طور، جا هنا عمل رياضة، جا هنا عمل منتخب قوي. فعشان كده كان معانا في نجم لا ينسى الكابتن محمود الجهر. هخرج فاصل سريع ونروح بقى لنجم أوضة اللبس كابتن إبراهيم سعيد، ونتكلم على أجواء كأس الأمم الأفريقية. بطولات مجموعة مصر، مدافع نيجيريا سنحبس محمد صلاح في قفص، وأمم إفريقيا بنفس أهمية كأس العالم. القاهرة 24، منتخب مصر يخضع لمسحة كورونا فور الوصول إلى الكاميرون. كورنر سبورت، موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي وتدريبات متنوعة. اليوم السابع، موسيماني يقود مران الأهلي بعد عودته من رحلتي جنوب إفريقيا وزنجبار. بطولات شكوك بإصابات كورونا، الأهلي يمنح عددا من لاعبيه راحة سلبية بعد خضوعهم لمسحة. الوطن، كهربا يجمع متعلقاته من التتش ويودع لاعبي الأهلي. يلا كورة، مصدر ليلا كورة، بن شرقي وأناجم أنظر الزمالك بسبب مستحقاتهما. اليوم السابع، طبيب بيراميدز يتابع تطورات حالة إبراهيم عادل تمهيدا للحاقه بالمنتخب. الوطن، تقارير محمد صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم على حساب ميسي. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بنواصل حوارنا مع محلل أوضة اللبس الكابتن إبراهيم سعيد. هيما برحب بيك حبيبي. يا بشاز ايه الأخبار؟ كل تمام. عامل ايه في الساعة دي؟ تلج تلج. اه والله تلج. هنبتدي منين النهارده؟ كالعادة البطولة خلاص على الأبواب، وضربة البداية إن شاء الله بالنسبة لمنتخبنا يوم الثلاثاء الساعة 6. حابب تتكلم تقول ايه؟ بص، هو طبعا يعني اكيد طبعا كل الدعم لمنتخب مصر والجهاز الفني، وانا شايف ان في الفتره الاخيره في كلام كتير جدا استبعاد، وبرده دي اكيد بتاثر بشكل كبير جدا على يعني على مجمل المنظومه كلها. خلينا نتكلم مثلا برده اللعيبه اللي بعد الشر، طبعا ربنا يشفيهم جميعا اللي اتصابت بكورونا، زي عصام الحضري، ابو جبل، وبعد كده في لعيبه استبعدت وانضمت تاني. فكل ده برده بيعمل عدم استقرار شويه للمنتخب. بس خلينا نتكلم ان احنا لازم يبقى في دعم، لانها بطوله مهمه جدا، واتمنى طبعا كل جماهير الكره المصريه والاعلام المصري يقدر يدعم بشكل كويس، لانها بطوله مهمه. ونقطة البداية أو البداية تبقى مباراة نيجيريا هي الأهم، لأن هي دي اللي يعني نقطة الانطلاق زي ما بيتقال. عملت نتيجة كويسة، كسبت، خلاص أنت كده دخلت في المنافسة زي ما بيتقال. هي بتبقى مراحل، وهي دي المرحلة الأصعب، لأن هي دي البداية. طبعا أنت هتلعب برضو قصاد منتخب نيجيريا بيضم عناصر مميزة، في ناس كثيرة جدا بتتكلم إن في عندهم عناصر مستبعدة، بس برضه يعني برضه منتخب نيجيريا منتخبات المحترمه جدا. لا، منتخب نيجيريا بيمتلك لعيبه على اعلى مستوى، وبرضه هو يهمه مصلحته ان هو
عايز يخش في المنافسه على كاس الامم الافريقيه، وهي البدايه طبعا برضو هي مباراه هتبقى صعبه على الفريقين، بس احنا نقدر يعني. احنا مش لو دخلنا بثقه والاختيار التشكيل الافضل بدون مجامله بدراسه المنافس بتاعك بالحزبيه، ان انت تشوف مين اللعيب اللي يصلح يظهر في المباراه دي او يلعب يشارك اساسي، هي دي اللي هتفرق معاك بشكل كبير جدا في طيب بدايه الانطلاق يعني. طيب هرجع بيك للذكريات لورا شويه، وتلاقي البطولات اللي فيها سلبيه يعني مثلا كلام بيبقى سلبي بنقدر نحقق، على سبيل المثال مثلا نتكلم في 2006 الناس قالت لك احنا مش هنكسب، وانت كنت موجود قبل ما كابتن حسن شحاته، ثم قبلها الله يرحمه كابتن محمود الجوهري في بوركينا فاسو والناس كلها، والراجل ابتدى حتى اللي انا عرفته في الكواليس النقد نقد نقد، فمش هنحقق حاجه ثم بناخد البطوله لما بيبقى في كلام، هل دي قاعده ولا لا؟ والله بص، هو طبعا على حسب الامكانيات بتاعتك واللعيبه والتركيز بتاعهم. خلينا نتكلم ان انت ممكن تاخد النقد ده سواء من ناحيه جماهيريه او من ناحيه اعلاميه بتاخده لصالحك، بس دي يعني طبعا مع تفكير وتركيز الجهاز الفني باختيار الاصلح، وفي نفس الوقت على اللعيبه وتركيزها. انت خلينا نتكلم ان انت عندك عناصر مميزه جدا، مش بعيد ان انت يعني مش بعيد عليك ان انت ما تاخدش كاس امم افريقيا، لا انت تقدر، بس على حسب التركيز بتاعهم. واتمنى ان اللعيبه تقفل على نفسها، الجهاز الفني يقفل على نفسه، موضوع التشكيله اللي هي بتظهر قبل المباراه دي اتمنى ان هي توقف، لانك انت بتلعب في بطوله مهمه جدا كاس امم الافريقيه، واحنا غايبين عن البطوله دي بقى لنا فتره كبيره جدا، يمكن اخر يعني 2010. اخر حصول ليها كانت 2010. فاتمنى ان شاء الله اللعيبه تركز، والله اللعيبه دي تقدر ان هي تاخد البطوله، وتقدر ان هي تنافس، وتقدر ان هي تفرح جماهير الكره المصريه وتفرح مصر كلها يعني. انما هم عندهم الامكانيات، بس هو موضوع محتاج تركيز ومحتاج تكاتف ما بين اللعيبه، ومحتاجين ان هم يبقوا قريبين لبعض شويه. ابراهيم، عايز اتكلم معاك فنيا. كاس العرب خلينا نقول هي كانت في نطاق التجربه، كان فيها بعض الامور لعيبه مش تلعب في مكانها ومش عارف خلاص الناس كلها اتكلمت في الكلام، لكن كان عندنا شق هجومي ده اللي كان فيه مشكله يعني. قلنا حتى التمركزات الدفاعيه والتحركات الدفاعيه لما نيجي نرصد كده، لا كانت كلها بنسبه محترمه كانت كويسه، ولكن الشق الهجومي كان سهل. محمد صلاح بقى موجود مع عمر مرموش مع تريزيجيه مع اللعيبه اللي انضمت في الخط الامامي مصطفى محمد، هيصنعوا الفارق مع المنتخب اكيد طبعا، لان هم عندهم الخبرات وفي نفس الوقت ان هم المفروض ان هم لعيبه محترفه وجايين على منتخب مصر، جايين على الامكانيات بتاعتها، المفروض ان انت بتصنع الفرق. ما هو الفرق ايه؟ الفرق ما بين لاعب زي ما بتقاله محلي لاعب بيشارك في الدوري، لاعب محترف، المفروض ان لاعب محترف ده اضافه للمنتخب، اضافه للبلد نفسها. فانت ايه اللي بيميزك يعني، اللي بيميز اللاعب المحترف عن اللاعب المصري مثلا؟ الفروق الفنيه وطريقه التفكير، من ناحيه التدريبات، من ناحيه التفكير، من ناحيه التركيز. خد بالك برضو الحمل هيبقى اعلى يعني، انت الضغط هيبقى على اللعيبه سواء مصطفى محمد او محمد صلاح او مرموش او تريزيجيه، برضو اللعيبه هتكلم يعني مش عايز اقول الاسماء كلها، بس هيبقى في حمل كبير جدا، وده اللي انا بتمنى الناس برضو ما تحملش اللعيبه فوق طاقتها يعني. مثلا زي صلاح ما يبقاش الناس كلها تركيزها ان محمد صلاح هو اللي بيقوم بكل الادوار، لان هي في الاول والاخر هي كره جماعيه بالظبط. انا بنجح بشادي، برضو محمد صلاح مش هينجح غير باللعيبه اللي موجوده يعني، عشان ملاحظ في الفتره الاخيره كل الحمل على صلاح. لا يا جماعه، هو برضو هو في الاول والاخر فرد لاعب اسمه لاعب، مش هيقدر ان هو يلعب يقوم بكل الادوار، بس هو عنده ميزه ان هو قائد منتخب مصر وكابتن منتخب مصر، المفروض ان هو يقدر يعمل يلم اللعيبه، يقدر ان هو دايما في اجتماعات ما بين اللعيبه وبين بعض، الحاجات دي بتعمل انسجام اكتر، لازم يبقى يوصل لهم ان البطوله ملايين منتظره، ان احنا نبقى عاملين نأدي بطوله كويسه، مش مطلوب ان احنا نحصل عليها، بس على الاقل وصل للناس ان انت عندك الروح، عندك الامكانيات، اللي انت ما بتبخلش بمجهود جوه الملعب وعايز تعمل حاجه لمنتخب مصر. لو وصلت للمرحلة دي والله نقدر ناخد البطولة دي حقيقة. طيب اللي عايز اتكلم فيه يعني، خلي بالك لما نيجي نقايم اللعيبة وبتيجي تقايم التشكيل،
التشكيل مش فكره اللي هو كان قبل كده غلط اللي اتسرب عشان الفرقه، لكن احنا بنتكلم القوام معروف ومين المتوقع يعني. محمد حقيقة. صلاح اكيد هيشارك، مش النهارده عمر مرموش الراجل خلاص ما دفع بيه اكتسب ثقه المدرب واللعيب اكتسب ثقه، فلما هتقول في التشكيل مش مشكله. من وجهه نظرك نبتدي بتشكيل ايه الصح لينا وطريقه اللعب؟ بص هو يعني خلينا نتكلم، انا دايما ما بحبش ان انا اتوقع، بس انا بقول العناصر اللي هي الاهم شويه اللي هي اللي تقدر ممكن تستعين بيها على حسب الحاله الفنيه بتاعتهم. هو طبعا التشكيله مش تخرج بره الشناوي، فتوح، الونش، حجازي، اكرم توفيق، لان هي العناصر دي اللي لعبت في الفترات الاخيره مع مستر كروش وبيثق فيهم وعندهم الثقه من الجهاز الفني. السوليه وحمدي فتحي في نص الملعب. بص هنتكلم لو عبد الله السعيد في حالته، يعني لو في تركيزه وفي الامكانيات بتاعته اللي احنا عارفينها والتركيز بتاعه يقدر يصنع الفارق مع منتخب مصر، بس لو وصل لمرحله التركيز ووصل لمرحله ان هو مش شاغل دماغه بالناحيه الاعلاميه، خلينا نتكلم ان هو عنصر مهم وهو عنده الامكانيات وعنده الامكانيات اللي هي الخبرات، بس لو يقدر يوظفها صح. فعبد الله السعيد، مرموش، مصطفى محمد، صلاح. مش تخرج بره يعني التشكيله مش تخرج بره دي. لما تيجي تقابل المنتخب النيجيري وانت عارف بره الاجواء بتاعت افريقيا وطبيعه الجو، كنا دايما بيتقال جمله كده انا بحاول ارجع بيك بقى للذكريات، يجي يقول لك في الماتشات اللي بره في افريقيا دي اتعب الكوره، دي حقيقة. انت ما تقعدش تجري بالكوره لان نفسك مش هيبقى فيك، فاتعب الكوره، لما تتعب الكوره انت هتستريح. احنا لازم نعمل ده. اولا برضو خلينا نتكلم يا كابتن شادي ان اللعيبه اللي موجوده دي عندها تمتلك الخبرات، هم مش لعيبه صغيره. بالزبط. صح ولا مش صح؟ يعني احنا ما ينفعش ان احنا نعدل عليهم لان هم وصلوا لمرحله من الخبرات، مش احنا اللي نتكلم بس. هو خبره اللاعب جوه الملعب هو اللي تقدر يوظف المجهود بتاعه على حسب فعلا درجه الحراره، على حسب المباراه ماشيه ازاي. ما هو بص لو اتعاملت ان انت مستعجل وبتطلع البار بتاعك والطاقه بتاعتك جوه الملعب من غير فايده، انت كده مش ماشي صح، لان هما برده اللعيبه منتخب نيجيريا برده عنده لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه مميزه، فانت المفروض ما تجاريهمش. المفروض ان انت الخبره بتاعتك تقدر تنقل الكوره، واحنا نمتلك دي، يعني احنا هنقدر نتغلب على منتخب نيجيريا بالمهاره، بالمهاره فرديه او بمهاره ما بين مثلا صلاح ومصطفى محمد ومرموش في الجزء الامامي ومع تحتهم مثلا عبد الله السعيد. فهي خد بالك هي بتبقى حاجات بسيطه ممكن اللاعب بتركيزه وبتفكيره جوه الملعب يقدر يتغلب على الخصم بتاعه، سواء المواقف الفرديه او مواقف اللي هي تشغيل الدماغ. يعني مثلا انت ممكن في الكرات الثابته، انا بلاحظ ان منتخب مصر ما بيستغلش الكرات الثابته، تلاقي اللعيب مستعجل يقوم عامل الكره كده وراجع خطوتين يقوم عاملها بسرعه، ما بيستغلهاش. هقول لك على حاجه، انت بتتكلم صح مليون في الميه. لما نيجي نقابل شمال افريقيا دايما بيتفوقوا علينا في كره، بياخدوها وقتها، يقف براحته، يقف وبراحته، تلاقي خطر عليك جدا مع فرق ومنتخبات. دي حقيقه. المنتخبات الافريقيه بيبقى دايما مشكلتها في دفاعاتها، لكن برضو الكور الثابته عليك بتبقى صعبه. طب. جدا زي ما انت بتقول. ما هو عشان كده احنا لازم يعني اللعيبه برضو تاخد الوقت بتاعها في الكرات الثابته، هنقدر نستغلها، لان الكرات الثابته دلوقتي يعني تقدر تستغلها باحراز هدف. احنا للاسف عندنا برضو اللعيبه بتبقى مستعجله. البطولات اللي زي دي مش عايزه استعجال ابدا. وحتى لو انت الكوره دايما في البطولات دي يا كابتن شادي العب السهل. بالظبط. العب السهل. السهل ده بيقول لك سهلها على نفسك. بتلعب السهل وبتاخد الثقه وبتاخد ثقه زمايلك، وبتقدر ان انت تتعامل مع المباراه باحترافيه، لان هي البطولات دي عايزه ذكاء. امتى استثمر المجهود بتاعي لزمايلي؟ امتى اقدر ان انا اعمل فروقات للخصم بتاعي ما بيني وما بينه بس ده بده؟ فعشان كده دايما بتمنى ان اللعيبه في الفتره اللي جايه بالجهاز الفني يبقى في تكاتف شويه، في تشجيع بينهم وبين بعض، لازم في روح كده ما بينهم وبين بعض تحصل في الفتره اللي جايه، لان الحاجات دي بتفرق. لان اولا هيقابلك ضغط اعلامي كبير، ضغط نفسي، ضغط ذهني. الضغط الذهني والنفسي ده داخل الملعب خصوصا قبل المباراه اللي هي الاهم، انا بالنسبه لي هي كاس الامم الافريقيه، هي مباراه نيجيريا. لو احنا قدرنا نتغلب على المباراه دي وقدرنا نتعامل معاها كويسه وقدرنا نخرج بنتيجه مميزه، صدقني والله هتكون بدايه انطلاق لمنتخب مصر. دي حقيقة، عشان كل المنتخبات بتتابعك. طيب هرجع بيك للماضي شويه وخلينا اكلمك بقى كوره في حاجات
حسن شحاته والكابتن حسن شحاته كان متميز فيها جدا، واكيد انت في 2006 شفته 2008 اللي هو بيقول لك انزل عشان اللي انت بتقوله، مالكش دعوه لما تغلط انا هسقف لك، انزل اتمتع، صح. اعمل اللي انا بقول لك عليه بس، وده بيشيل الضغوط من على اللعيبه. طبعا طبعا ما ينفعش ان انت يعني في تفكير لاعب ممكن ياخد الكلام ده سلبي مثلا ولا المفروض اللي هو لا، هي بقى عقليه اللاعب. بص يا كابتن شادي، خلينا نتكلم ان الاهم في كل ده هو المدير الفني، هو اللي يقدر يشيل الضغط من عليك، وفي نفس الوقت يقدر يتعامل معاك نفسيا ازاي ان انت تنزل المباراه مهيئ بشكل كويس جدا على شكل المباراه. ما ينفعش اضغطك، ما يبقاش انت مضغوط من ناحيه اعلاميه ومن ناحيه جماهيريه ومن ناحيه حتى نفسيه، واجي انا كمدرب اضغطك سواء وانا في الملعب تقعد اللي هو مثلا تزعق او توصل ضغط. انت ضد مدرسه اللي انت تزعق دي؟ طبعا. ليه بقى؟ اولا لان هو اللعيب مضغوط اصلا. يعني انا ممكن بس دايما ممكن انفعل عليه مثلا، او اقدر ان انا اتكلم معاه، او يبقى في عنف شويه في التوجيه في الاوضه، لان هو اصلا اوريدي مضغوط. يعني هو جوه الملعب هو مضغوط، ما ينفعش ان انا اضغطه يبقى في ضغط زياده عليه. بالعكس، انا في اوقات ممكن ليا في الوقت البريك مثلا او بين بين الشوطين اقدر ان انا اتكلم معاه، بس ان انا اضغطه وهو في الملعب دي مش صح. يعني بتاثر بشكل كبير جدا على العامل النفسي داخل الملعب. فانت بالعكس، المباريات اللي زي دي والبطولات اللي زي دي محتاجه هدوء، محتاجه ذكاء اكتر ما محتاجه تنشنه. لان هو لو لقيت المدير الفني بتاعي مشدود، ما هيشدني انا شخصيا، انا مشدود. طب هو لعبتنا تلعب تحت ضغط ولا يتعامل مدرسه الكابتن حسن؟ هم اوريدي محطوطين تحت ضغط، فما ينفعش اضغطهم اكتر. يعني هم اوريدي دلوقتي محطوطين ضغط اعلامي وضغط جماهيري، ما ينفعش كمان الجهاز الفني يضغطهم اكتر من كده. مش هتاخد منهم نتيجه، مش هتاخد منهم اداء، لان هو مضغوط. يبقى كل المنظومه ضغط اللعيبه، ما يبقاش اعلامي، ما يبقاش جماهيري، ما يبقاش حتى جهاز فني. طب ايه ده برضو خلينا نتكلم ان اللاعب بشر، ده حقيقي بني ادم. فالمفروض يبقى فيه دايما في لغه ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعب، ان هو يقدر ازاي يتعامل معاه نفسيا عشان خاطر دي بطوله مهمه. انت عارف بالتشجيع زي ما انت قلت، انت تخليني اروح لمدرسه واحنا بندردش كده، تعال نروح نشوف. انا هتكلم على ناس ما ينفعش نختلف عليها في التدريب، مثلا نتكلم على كابتن محمود الجوهري، مانويل، كابتن حسن شحاته، مين تاني حققوا افضل النتائج الواو المبهره؟ ثلاثه دول. كوبر، كوبر ودانا مدرسته معروفه. كانت خلاص الناس انتقدت فكره محمد صلاح واللعبه المتعارف عليها، وفي الاخر قلنا ان الراجل ده عبقري بيلعب في عمل ما كانش بيضغط. ده حقيقه. مدرسه مانويل، خلق دافع اللي انت تفرح جماهيرك، مع تنفذ التعليمات وبصرامه ومع شخصيه قويه. دي حقيقه. هتهزر هتغير مهما كان اسمك ايه. دي حقيقة. صح. دي مدرسه. صح. تمام. صح. مع الفنيات العاليه اللي محدش اختلف عليها. خد بالك، مانويل جوزيه كان من المدربين الاذكياء جدا. يعني ممكن يبان ان هو مشدود، بس هو من المدربين اللي هي بتتعامل معاه بيهزر، بس يقول لك في الملعب انا ما اعرفش، في الملعب بره هنقعد نهزر ونضحك. كابتن محمود الجوهري كان برضو خد بالك كان من الناس اللي بتحب الفوز. يعني عارف، من الشخصيات اللي هي بتحب الفوز، ما بتحبش الهزيمه، رغم ان الهزيمه دي وارده، بس هو بالنسبه له كان الهدف بتاعه الفوز، البطولات. برضه خد بالك دي فرقت بشكل كبير جدا حتى مع الجيل اللي قبلينا ومع جيلنا، ادتنا خبرات. هي وفي نفس الوضع لما بيجي بيتعامل معاك بره الملعب تلاقيه حبوب وبيهزر معاك، والله يرحمه. يعني الناس كانت فاكره ان هو مشدود على طول. لا بالعكس، كان قريب جدا، وكان يعتبر اب لكل اللعيبه كلها، بيعرف يتعامل كاخ كبير، تلاقيه اخ، تلاقيه اب، وبيتدخل في كل حاجه حتى الاسريه، ده حتى العيش لو الرز. لا ابراهيم حكى لنا الموقف ده عشان احنا الناس لازم تعرف الكواليس فيها ايه. ده اهم ما في فاكر معسكرات اسماعيليه، المعسكر بتاع اسماعيليه كان بيلبس ايه؟ احكي لنا وهو بيحط الاكل، الله يرحمه. كابتن محمود كان بيقف فوق دماغنا على طول. يعني بص، مفيش حد يحط بالمعلقه ليه. هو كان يوزن
تلاقي وز عندك 2 كيلو، فتلاقي مسك العيش هو اللي بيحط، شيل العيش والله العظيم بيحط واحد كايزر قد اقسم بالله عامل رشيق الله يرحمه. لا بجد والله بص يا كابتن شادي، يعني والله الواحد نفسه الايام دي ترجع تاني، بس في مواقف كتيره جدا انت اتعاملتها مع كابتن محمود على فكره لحد دلوقتي ناس عايش عليها وناس واخده منه كتير جدا، يعني دي حقيقة. من ناحيه تدريب ومن ناحيه روح هي اتطورت سبحان الله، كل واحد خد من اللي قبليه شيء معين. يعني خد بالك الموضوع برضو كابتن حسن شحاته طبق اللي كان بيعمله كابتن محمود الجوهري، بس اتطبق بشكل مختلف شويه، اللي هو اهدى، وكابتن حسن كان قريب للعيبه دي حقيقه، يعني كان قريب للعيبه، كان بيقعد معانا ويهزر ويضحك، فاهم قصدي؟ فهي كل واحد خد من الجيل اللي قبليه او اللي عمل اسم خد منه ميزه. كابتن حسن كان برضو بيطبق تطبيق بتاع كابتن محمود الجوهري، اللي هو الفيديو ومشاهده المباريات والميتنج واوقات برضو كان بيتدخل في موضوع الاكل ده، بيدلهم بالفضل سواء كابتن حسن شحاته خصوصا في معسكرات اتضميت فيها وانت كنت لسه في بعض المشاكل، الحاجات دي بتحسبها ازاي؟ والله بص، اولا ده بيبقى كرم من عند ربنا، وفي نفس الوقت ثقه من الجهاز الفني. خد بالك انا في 2006 ما كنتش في الحسبان اصلا. ايه اللي حصل؟ احكي لنا الكواليس. يعني بس انت كنت فين وقتها؟ انا كنت في الزمالك، بس تقريبا في الوقت ده كنت في الزمالك، يعني ما كنتش بشارك كتير، كان عندي مشكله من ناحيه العقد بتاعي، وتقريبا يعني لعبت ماتشين وبعد كده الدوري وقف، وفي اللي هو التجمع المنتخب، فالطبيعي في الوقت ده ان انا ما انضمش للمنتخب خالص. فهو سبحان الله كان كابتن حسن اول ما اعلن الاسم بتاعي، هو قال لك قبلها ولا انت اتفاجئت؟ لا انا فوجئت بصراحه. مفيش حد كلمك ولا الكابتن شوقي ولا الكابتن خالص حمد. خالص هو تعالى الاسم بتاعي. فعايز اقول لك حاجه، في الوقت ده مصر كلها اتكلمت ان ازاي ابراهيم سعيد ينضم للمنتخب، وعلى فكره حصل هجوم اعلامي على كابتن حسن شحاته، لدرجه ان هو قال لي كلمه والله قعدت معاه، قال لي بص انا ما اعرفش ايه سبب الهجوم ده، بس انا عندي ثقه فيك كبيره جدا ان انت هتعمل بطوله مميزه جدا، فاتمنى ان انا يعني الثقه اللي انا اديتها لك اتمنى ان هي ما تبقاش راحت ايه يعني على الارض زي ما بيتقال. فقلت ان شاء الله هشرفك وهعمل بطوله الحمد لله مميزه، وفعلا الحمد لله البطوله دي كانت بدايه الانطلاق بالنسبه لي، وكانت عملت اسم كبير جدا، مع رجعتني تاني بصراحه دي حقيقه. بالزبط. يعني هي كانت بدايه العوده بقوه، عملت بطوله قويه الحمد صراحة. لله الحمد لله. وبعديها 2008 كنت انا في تركيا، ما بص سبحان الله هي بتبقى ثقه، يعني كنت انا مصاب، يعني كان عندي جزع في ال واخدك انا في سبحان الله. انا عايز اقول لك حاجه، والله قبل السفر بثلاث ايام قال لي لا انت هتسافر معانا، فقلت له يا كابتن حسن انا يعني تقريبا يعني الدكتور بتاع تركيا كان قال قدامي 10 ايام، فخلاص ده احنا المفروض ان بعد ثلاث ايام مسافرين، قال لي لا هتيجي وهتتعالج هناك. كان معانا تقريبا كابتن علاء شاكر. كابتن علاء شاكر، وكان معاه دكتور احمد ماجد. كابتن علاء شاكر رحت له قبليها اتمرنت معاه، فعلا كان خلاص فاضل لي مثلا اسبوع وانزل الملعب. من الشخصيات المحترمه جدا اللي رجعك بسرعه وليقطع. انا تقريبا كنت قاعد عنده في الجيم، يعني من المدربين اللي انا اتعاملت معاه حتى ايام كابتن جوهري، وكنت قاعد عنده، ففعلا بجد في خلال ثلاث ايام انا كنت سافرت مع 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 المنتخب وانضميت لكاس الامم، ودي برضو من انواع الثقه. طب بص انا بحب اتكلم في كل حاجه، فمش عايزك تزعل من السؤال. لا ما بزعلش. طيب اداك الثقه في 2006 عشان احنا بنتكلم بقى في تاريخ، عشان الاجيال دي برضو تتعلم بعض المواقف، ثم راهن عليك وتحدى الجميع وانت كسرت الدنيا، مفيش اختلاف. لما جه في 2008 كان عندك اصابه واختلفت، فما لعبتش كتير. لعبت اربع ماتشات بالظبط. كان في مثلا في 2008 مثلا مشكله في الكواليس كده، هل انت اللي هداك اللي قلت الراجل ده وقف جنبي؟ دي حقيقه. بص احنا بشر يا كابتن، يعني حصل خلاف ما بيني وبين كابتن حسن على فكره، مش بزبط. ناس كتير تعرف دي حقيقة. لا هو حصل على فكره حصل خلاف ما بيني وما بينه، حتى تقريبا الخلاف ده هو اللي خلاني ان انا ما اروحش 2010، بس في الاول والاخر هو وقف معايا ودي ما انكرتهاش. قال لك ايه في المشكله دي؟ انت والله بص هو للاسف اللي كانوا معاه هم اللي وصلوا الموضوع مين؟ الجهاز اللي معاه. واخد بالك؟ وصلوا الموضوع
بشكل مش حلو شويه. عشان انت ما بتلعبش وكده. بص طبيعي ان انا ازعل. بالظبط. ده شيء طبيعي. انا هو بيحترم ده على فكره. يعني انا مثلا ما صدرش مني موقف مثلا طبيعي ان انا ازعل. طبيعي. ده شيء طبيعي. ما بص لعيب الكره اللي ما يزعلش على المشاركه يبقى سوري انا اسف بيتقال عليه ان هو موظف. ده موظف كده. واحد مجرد ان هو موجود وهي وهي فاهم قصدي. فانا مش من النوعيه دي. وشيء طبيعي. بس خلينا نتكلم برضو دي من ضمن الحاجات يا كابتن شادي اللي انا برضو الواحد اكتسبها خبرات. انا لما لقيت حاله الفوز موجوده ما بصيتش لنفسي. نسيت. دي حقيقه والله. انا عايز اقول للبطوله دي فهو ابراهيم ممكن يكون ناسي. احنا كنا مع بعض في غرفه واحده. دي حقيقه. انا يعني عايز احكي اكتر. شعري كبر جدا. عجزنا منك لله. لا عجزنا والله. ففعلا بجد الفتره اللي بص على فكره انا ما زعلتش غير المباراه الاولانيه. كانت تقريبا كان مباراه كان ايه استنى الكاميرون صح. دي كانت اول مباراه. اول مباراه الكاميرون. حتى كان في سبعه ما لعبوش. كان احمد حسن موقوف دي حقيقة. وابو تريكه ما ابتداش. وكان فضل. فانا زعلت. وانا وانت على فكره انا لاعب التصفيات كلها. وجينا عند المباراه دي انا متوقع ان انا هلعب. فلقيت نفسي ما لعبتش ثم نزلت تغيير وبعد كده كملت البطوله كلها. دي حقيقه. لكن كنت شايف من وجهه نظري اللي انا لا كنت احق ان انا العب لان بشارك في النادي. وده مش دي حاجه ما تعبكش بالظبط. عارفه بس انا بحكي ليه. علشان انا لو كنت عملت مشكله كان ممكن ما اشاركش خالص. دي حقيقة. يعني ما لعبتش الا غير الشوط الكاميرون ثم لعبت البطوله كلها. فلا احيانا لما تهدى وانت بعد كده خدت برده وكنت عملت مشكله كبرت ما كنتش هتلعب. ما هي خبره الحياه بقى. وفي نفس الوقت انا حطيت دايما مكاني مكان زميلي اللي بيلعب. خلينا نتكلم. ده شيء طبيعي ان انا ازعل. بس ما توصلش للمرحله ان انت تنافس. بالظبط. عشان بس ده الاهم. والحمد لله دي الواحد مش فيه. انا ممكن اكون زعلت ان انا ما شاركتش بس ايه ده. لا في ناس بتشجعك وفي جماهير مصريه موجوده وفي ملايين بتتفرج عليك. فلما لقيت حاله الفوز خلاص انا نسيت. يعني ما طب شيء طبيعي ان انت في بدايه البطوله أهم. طبعا اهم مني واهم من اي حد. ما هي دي اللي انت بتقول ايه اللي انت بتحب مصلحه المكان اللي انت فيه. اما كزعل زعلت. بس بعد كده لما لقيت حاله الفوز موجوده خلاص هو سبحان الله الواحد دخل في 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 المنظومه. انت بتفرح معاهم وعايد عليك ان انت برضو بتلعب منتخب مصر وبتفرح ملايين. فخلاص مع الوقت خلاص الواحد نسي. اللي عايز اقوله لك من ضمن اللي انت قلته وانا ما يعني سبتك تتكلم براحتك فكره اللاب لاب 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 لما تقول كلمه وانت بتفضفض ما ينفعش اروح انقلها. ما ينفعش اكبر المشكله برضه. دي المشكله مع كله في كل الاجيال. ولحد دلوقتي حد موجود. بيفكر اللي هو ممكن يلعب بالطريقه دي او حد ممكن يكون بيفكر اللي حسن شحاته هيكتسب الثقه منه بالطريقه دي اكتر. دي حقيقه. اروح انقل له السلبي والايجابي لاننا ما بلعبش فالطبيعي متضايق. لكن بتمنى المنتخب يكسب او دي فرقتي انا موجود بس حس بيا ان انا متضايق. هقول لك على حاجه من ضمن المشاكل اللي قابلها كابتن حسن. انا عارف ان ممكن يزعل ان كابتن حسن شحاته بعد بطوله 2010 ما عملش التطوير. في ايه بقى؟ في اللعيبه في, 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 في كل شيء من ناحيه جهاز من ناحيه لعيبه من ناحيه كل حاجه. هو اعتمد ان انا هجيب اي حد من اللعيبه هلعبه ياخد بطوله. ودي كانت من اكبر الاخطاء اللي عملها كابتن حسن شحاته. عشان كده تلاحظ حتى الفتره بعد 2010 دي ما كانش فيه تركيز زي الفتره اللي هي بتاعت 2010 2008 بينا اللي احنا ما وصلناش اساسا. ما هي ده بقى ايه. انا مش هقول غرور. هو الموضوع ان هو كابتن حسن وصل له ان هو اي حد هيجيبه هياخد ببطوله. لا هي مش كده خالص. وبرده خلينا نتكلم ان الاشخاص اللي كانت معاه كانت بتتكلم معاه كتير جدا. وهو وصل لمرحله ان انا مش فارق معايا ابراهيم ومش فارق معايا شادي ومش فارق معايا فاهم قصدي ايه. اي حد هجيبه مع منتخب مصر هياخد بطوله. فتلاقي الفتره اللي بعد 2010 دي انت ولا وصلت والنتائج كانت سيئه جدا. ما هو دي نتيجه ان انت زي ما بتقالي. عارف انت لما مثلا شادي يبقى واقف معايا يعني مش بتكلم على واحد بس. في افراد وقفت معاك هي اللي عملت الاسم بتاعك وهي اللي علته. فوصلت لمرحله لا انا مش محتاجهم. انا عايز اعمل جيل جديد. ودي كانت اكبر خطا عمله كابتن حسن شحاته ان هو حب عايز يعمل جيل جديد. عشان كده في الفتره اللي بعد 2010 على فكره من ضمن الكواليس عشان برضو ندي كل المدربين حقه كان بيزعل جدا مانويل جوزيه. فبيقول لك انا جزء من النجاح. انا في تسعه من عندي في المنتخب. فكانوا بيتجاهلوا الراجل خالص. فابتدى يتنرفز. حتى كان في احتفاليه كنا شايفين من الحاجات اللي محدش يعرفها
كان في تكريم كبير جدا للكابتن حسن وداعه مانويل جوزيه، وهو كان متضايق، كان المفروض حتى يتقال كلمه في المؤتمر ده، وعلى فكره كان حقه عشان برضو الواحد يقول الحقيقه. التجاهل لما بتكون انت بتساعد على حاجه كويسه، لان انت عشت اللعيبه دي حياه يعني الكوره. مشكله مع كابتن حسن مع مستر مانويل جوزيه لما اتقال كان المفروض هو الراجل كان عايز يقول ان الراجل ده في 9 اساسيين في المنتخب من النادي الاهلي، فبالتالي انا بذلت مجهود وقدمت للكره المصريه، ده حق ليا مكتسب. وجهه نظره كانت كده، بس هو ما كانش بيقولها في الاعلام، بس احنا عشان كنا معاه، ودي حاجات من الناس اللي بتحب تخاف تقرب منه، لان ده مدرب محبوب جدا وده مدرب محبوب جدا، فيجي يقول لك راح دماغك. بس الحقيقه اللي هو كان زعلان جدا مانويل جوزيه. هو في الفتره الاخيره زي ما قلت لك يا بشادي، يعني في حاجات كثيره جدا. بس هكمل بس عشان عايزك اسمع رايك في نفس المشكله. حصلت في النادي اللي كان فيه نجوم 10 12 14 لعيب بيلعبوا بشكل اساسي، كان لازم تدخل معاهم عناصر يكتسبوا خبرات عشان لما ده يقول شكرا دي حقيقة. يبقى عندك تيم قوي يكمل ويحافظ، فهي نفس المشكله تاثر بيها سواء الاهلي في التوقيت ده دي او المنتخب. دي حقيقه. انا معاك. هو انت بص، انت بتجيب الكلام يعني احنا كلنا عشنا الاجواء دي. هو زي ما قلت لك كابتن حسن حب ان هو يعمل جيل جديد، فخرج كل الخبرات ودخل ناس ما عندهاش الخبرات، فده شيء طبيعي. انت دايما ممكن تخرج اكتر من كذا عنصر، بس ما ينفعش تشيل العناصر الخبرات كلها، لانك انت مش هتنجح، لان ده اللي مر بالمواقف وهيقدر يساعدك اكتر، مش هتنجح. فهي دي من احد اسباب تاخر كابتن حسن شحاته بعد 2010، لان هو حب عارف اللي هو ايه، لا انا بقى ايه، الاحلال والتجديد شامل مره واحده، شال كله. انت بتتكلم شال عناصر كثيره جدا وناس كثيره جدا استبعدت ودخل في برضه في بعض المشاكل برضه في الحته اللي انت كنت بتتكلم فيها دي، فدي اثرت على المشوار بتاعه. طيب صلاح نجم كبير جدا، بيتعمل له ألف حساب من كل المنتخبات، مترشح لجائزة النهارده عرفنا، معاه ليفاندوفسكي ومعاه ليونيل ميسي وهو الثالث، هيفوز بالبطولة ولا اللي هتتدخل الجائزة دي آسف؟ والله بص يعني هو الطبيعي إن ياخدها، ده شيء طبيعي، بس أنت برضو ما تعرفلهاش، لأن برضو إن هي بتبقى سبونسر وشركات راعيه، فيها تدخل بعيد عن الناحيه الفنيه شويه، بيبقى تدخل شركات راعيه. فانا برضو ما اقدرش اتكلم، بس كناحيه صلاح ان هو يستحق. انا اتكلم ان هو اتظلم ويستحقها عن جداره. اي بقى حاجات تانية بتبقى خارجه عن الكوره شويه. طيب خليك تريح شويه، ماشي. نطلع نشوف الجماهير هتقول ايه عن نجمنا محمد صلاح، ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا النهارده الكابتن ابراهيم سعيد. في حسابات كتير قوي محمد صلاح، اولا غير اوروبي، تبع القاره الافريقيه، القاره الافريقيه طبعا الوحيد اللي خدها جورج وايا احسن لاعب في العالم، من بعدها مفيش غير كده. الشركات الداعمه اهم حاجه، والانديه كل ما تكون مثلا ريال مدريد ولا برشلونه الافضليه بتبقى اعلى طبعا ليهم، فصلاح طبعا هيبقى خارج زي كل سنه. لو علينا احنا كعرب محمد صلاح طبعا، بس الموضوع عالميا ليه حسابات تانية، الله اعلم بقى هم هيعملوها ازاي. والله ممكن ياخدها، لان محمد صلاح عنده امكانيات مش موجوده في اي حد تاني، وانا شايف ان هو الافضل كده لعبا واخلاقا وكل حاجه. لا هو ممكن ياخدها، هو مشارك بنسبه كبيره جدا، يعني عامل اداء كويس جدا في البريمير ليج، عامل ارقام قياسيه كويسه جدا مع منتخب يعني فرقه زي ليفربول، وان شاء الله هيعمل مع المنتخب السنه دي في امم افريقيا، فهينافس يعني. وحتى لو ما خدهاش السنه دي هو يعني متوقع ان هو ياخدها اكيد في سنه من السنين اللي جايه يعني ان شاء الله. حضرتك عارف العنصريه طبعا ضد الدول الاوروبيه وبتاع، اكيد في عنصريه اكيد طبعا، بس عشان هو لاعب عربي مثلا ومسلم، تكفى بس ان هو كل جون بيجيبه بيسجد لله سبحانه وتعالى، دي تكفى بس. دي حاجه كنز من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اكيد طبعا هيوفقه وهيكرمه يعني احسن حاجه وافضل حاجه باذن الله. انا رايي ان هو ياخد احسن لاعب في العالم، لان شاب طبعا على خلق ومحترف، وغير كده كمان يعني مشرفنا صراحه، مشرف كل المصريين. هم لهم حساباتهم طبعا الشركات الراعيه وحاجات زي كده، فاحنا نتمنى ان شاء الله رب العالمين باصوات المصريين والعرب ان هم يساعدوه ان شاء الله بان هو ياخد احسن لاعب في العالم ان شاء الله. صلاح عمل نفضه في افريقيا وفي الدوري الانجليزي، ما حدش جابه ولا اي لاعب عربي حتى،
يستحقها، أنا كده شايف. مرحبا بحضراتكم من جديد، ونواصل حوارنا مع نجمنا الكابتن ابراهيم سعيد. هما كنا بنتكلم على محمد صلاح، اختيار اللعيبه في وسط الملعب والاستراتيجيه اللعب المفروض امام نيجيريا، وده اللي احنا ساعات بنعاني منه، تاخر الكوره في وسط الملعب، استغلال سرعه محمد صلاح، ده المهم عشان ابني الخطه الهجوميه صح. تتفق مع الكلام ده؟ بص، هي فعلا دي المشكله اللي بتقابلنا، ان انت عندك سرعه نقل الكوره قليله قوي. يعني انت عارف تلاقي، يعني كنت بتفرج على منتخب مصر في كاس العرب، الكوره نقل لورا كتير قوي ببطء كمان. يعني دي اولا ممكن تقعد تنقل كده الكوره كتير، مش هتفيدك بحاجه. دلوقتي بقت الكوره السريعه والكوره الطوليه زي ما بيتقال. اما اللعب العرضي ده مع منتخب نيجيريا، لان منتخب نيجيريا برضو عنده عناصر لعيبه كويسه، عندهم المهاره، فعندهم سرعه نقل الحركه وسرعه نقل الكوره من الدفاع للهجوم هيبقى اسرع منك. فانت لو ما قدرناش ان احنا نتعامل بالسرعه ونقدر نتعامل بالذكاء وبالمهاره، لا هم هيتغلبوا عليك. فعشان كده دايما ده طبعا الكلام كله تقدر تتكلم عليه مع السوليه وحمدي فتحي، هم اللي عليهم الدور كبير جدا في نص الملعب. التمرير الامامي، اتذكر في جمله عشان انت بس قلت عمرو السوليه وحمدي فتحي، انا من وجهه نظري من احلى الكرات اللي اتلعبت في كاس العرب، ما جاتش هدف، الكرة الطولية من 40 ياردة من عمرو السوليه وتحرك كتري لزيزو، صح، اللي هي كانت لازم تبقى هدف. هي دي الكرات اللي احنا بنبقى مميزين فيها بشكل. وبرضو خد بالك كابتن شادي، برضو برضو مسؤولية الدفاع، برضو الونش وحجازي، ان ينقلوا الكرة كتير وبسرعة. يعني مش لازم يبقى في نقل عرض كتير، حاول على قد ما تقدر ان انت الرؤية بتاعتك لوسط الملعب او اللي قدام. اما هتقعد تنقل كده كتير، دي مش هتفيدك بشيء. فعايزين نقول ابراهيم، معلش اللي انا بقاطعك، احيانا من في منتخبات بتحضر كويس وده طبيعي، المنتخبات الكبيره، بس احيانا بيبقى في لونج باص مطلوب في واحد اتحرك، ده ايه المشكله؟ وانت كنت مميز الحمد لله. يعني بص، يعني تقريبا حتى كان في مشاكل بتقابلني مع نص الملعب، مثلا زي كابتن احمد حسن مثلا، يعني يقول لك ليه ما بتلعبنيش في نص الملعب مثلا شوقي، فلسه هنقل ما هو قدام على طول، صح، بتنقل الهجمه في ثانيه، صح. فعشان كده دايما بص، خلينا نتكلم دلوقتي الكوره اختلفت، والكوره بقى فيه تطور بشكل كبير جدا، وعندك الامكانيات ان انت تقدر تسرع الريتم بتاعك وتسرع ريتم الكوره في الملعب بتشغيل دماغك، ان دايما رؤيتك للملعب وانت رافع راسك، ما يبقاش باصص دايما للارض. انت لو باصص للارض مش هتشوف مش هتشوف اي لاعب، وهتلاقي سرعه نقل الحركه بطيئه. فعشان كده دايما برضو لازم السوليه وحمدي فتحي ومعاهم عبد الله سعيد او اي لاعب هيشارك في الوسط الملعب لازم يتكلم كتير. البطوله دي محتاجه كلام كتير جدا من اول بالزبط. الشناوي، عشان كده دايما بتكلم ان الاول واحد لازم يتكلم ويوجه هو حارس المرمى. هو اللي عليه الضوء، لان هو اللي شايف الملعب، هو الدور الاكبر ليه من ناحيه التوجيهات. حجازي والونش لازم يبقى في كلام ما بينه وبين بعض. على فكره ناس كتير بتقول لك هم هيقعدوا يتكلموا مع بعض، على فكره الحاجات دي بتفرق جامد جدا، ده الاهم، لانها بتفرق في وقفه. ممكن اكون واقف غلط، انت لما كابتن شادي لما يقول لي مثلا بريم ارجع خطوه، بتفرق معانا في الملعب من ناحيه رؤيه الملعب. فعشان كده دايما لازم اللعيبه، وده ليه دور برده مع محمد صلاح، ان لازم يتكلم مع اللعيبه، لازم في توجيه. الحاجات دي بتفرق. انت عارف ابراهيم، الحاجات اللي بتضايقني ايه، وبيعملها معانا دايما منتخبات زي المغرب والجزائر وتونس، لما بيتضغط تلاقي واحد وقع، بهدي فرقتي عشان الريتم، انت هتفضل مضغوط ليه كابتن الفرقه، او يبقى في سيناريو اللي انت لازم اهدي، هي دي الطريقه الوحيده القانونيه اللي انت بتهدي بيها. دي شغل خبرات يا كابتن، بالظبط، دي شغل خبرات، ولازم في لغه توجيه ما بين اللعيبه وبين بعض. امتى ان انا اقدر اوجه زميلي للفايده اللي جوه الملعب للمنتخب. والله الحاجات دي بتفرق بشكل كبير جدا. توقعاتك للمباراه؟
والله بص يا كابتن شادي، خلينا نتكلم ان انت على دي على حسب الحاله بتاعت اللعيبه. ما ده ما مش هقدر اتكلم فيها، لان انت بتتكلم برضو انت بتلعب مع منتخب نيجيريا، منتخب قوي جدا بيضم عناصر مميزه جدا، عامل لك حساب عايز يكسبك، لان هو برضو يهمه ان هو يتخطاك. لان لو تخطاك على فكره هتديله دافع كبير جدا في تواجده في البطوله. وانت يهمك برضو ان انت تتخطاه عشان يديك ثقه، وثقه الجماهير وثقتك في نفسك. فهي المباراه صعبه للفريقين، لانك انت بدايه المباراه انت بتلعب نيجيريا، وهم برضو بالنسبه لهم ان هو بدايه كاس الامم بيلعب مصر. فهي دي المفروض على حسب حاله تركيز اللعيبه وتركيزهم وعايزين ايه من المباراه. ما يبقاش انا رايح داخل المباراه ان شاء الله هحاول نطلع تعادل. لو وصلت المرحله انت عايز تعادل هتخسر، دي حقيقه، دي حقيقه. اللي هو نخرج باقل نتيجه لا هتخسر. في كاس الامم ما فيهاش كده. لو نازل على فوز ونازل ضاغط من بدايه المباراه ونازل عندك هدف ان انت تفوز هتفوز. طيب هديك تبقى المدير الفني لمده دقيقه. تمام. هل مثلا تبتدي المباراه ضاغط من قدام في مباراه كبيره زي دي ولسه ضربه البدايه ليك في المجموعه، ولا ارجع تلتين ملعب، ولا العب نص ملعب الكره تبقى قدام عيني جس النبض في الاول كده اشوف الصح ايه؟ بص دي طبعا هقدر ان انا اتعامل مع المباراه. اولا ما ينفعش ان انت تهاجم من البدايه، انت عايز تشوف برضو الخصم بتاعك يعني يفكر ازاي، يفكر ازاي ورؤيته في الملعب بيعتمد على مين. فعلى الاقل حتى بتقدر تعتمد ان انت تنزل المباراه بزون ديفنس. هتديك كله مساحه كله بتحت خط الكوره وشايف الفرقه واقفه شايف، وفي نفس الوقت انت مش بتدافع. يعني انت رؤيتك للملعب ان انت تقدر تهاجم وتقدر تنقل الملعب بتاعك مع اللعيبه ومن رؤيه والحاله بتاعتهم اللي جوه الملعب تقدر ينقلوا الملعب. فانت ولا بادئ دفاعي ولا بادئ هجومي، يعني على الاقل تبدا زون ديفنس، بتشوف تحرك اللعيبه حتى بتاخد ثقه في نفسها مع مجرى المباراه او رؤيتك في المباراه، تقدر تنقل المباراه، تقدر تغير ابراهيم. تتفق معايا ولا لا النهارده الجيل اللي موجود وطريقه لعبه اللي انت تبقى مامن كويس جدا وتعتمد على السرعات والقدمون من الخلف بقى، لو تريزيجيه هنا او عمر مرموش ومحمد صلاح، حتى على مستوى انت لو بتلعب مصطفى محمد وجهه نظر راجل المحطه، لكن مهم جدا الاطراف تشتغل عشان الكروسات. فهنا عندك ميزه اتنين على الاطراف كويسين، لو استخدمت الكروسات فعندك متميز جدا مصطفى محمد. ما هو مصطفى محمد برضو مش ما لازم يعتمد على الحركه، ما ينفعش يبقى معتمد بس اللي هو ثابت ان هو واقف عشان خاطر تتعمل له اوفر. دي مش هتبقى الامور صعبه عليه. لازم يحرك نفسه، يخلق لنفسه مساحه، ويخلق لنفسه حتى مساحه لزمايله. لان هو خد بالك هو من حركه واحده يقدر يتحركها، هو بيعمل مساحه لصلاح وبيعمل مساحه لمرموش او تريزيجيه. مصطفى محمد لو وقف مش هتشوفه في الملعب ولا هتستفاد منه. فاتمنى ان هو يبدا المباراه ساقط شويه، يسقط عشان يقدر رؤيته للملعب تبقى افضل. اما لو هو تعامل مع المدافع واقف ومستسلم ليه، خلاص انت كده مش هتشوف مصطفى محمد بالظبط شكل المباراه، وهتبقى بتلعب ناقص لاعب، لان هو خلاص هو استسلم. وانت الميزه عندك التحرك والتحرك من الاطراف. فانت لو هو استسلم في بدايه المباراه، واعتقد ان هو عنده الخبرات الكافيه ان يقدر يتعامل مع المباراه. فدي بس حبيت ان انا اقول له ان لازم يتحرك كتير. يعني حتى لو الكره مش لازم يعتمد على الكروسات يعني بس. طيب انا عارف ان انت النهارده تعبان شويتين وصممت ان انت تبقى موجود، احنا بنشكرك اكيد. حابب تقول اي حاجه في الاخر قبل ما نستضيف في جيم؟ طبعا كل الدعم لمنتخب مصر، واتمنى جماهير الكره المصريه تدعم المنتخب. ننسى بقى الخلافات، منتخب مصر بيقوم بمهمه كبيره جدا، واعتقد كل الشعب المصري منتظر ان شاء الله منتخب مصر يقدر يحقق البطوله، ونقدر والله يا رب. اتمنى الدعم، ونسيب بقى ايه من الانتماءات شويه. دلوقتي منتخب مصر اللي جوه منتخب مصر اهلي وزمالك واسماعيلي، كل الانديه ملهاش علاقه بقى ده لاعب اهلاوي ولا لاعب زملكاوي. بالظبط. اتمنى الدعم، وان شاء الله منتخب مصر يكون قد المسؤوليه ان شاء الله، ويفرحونا كلنا. الف سلامه عليك، شرفتني ونورتني النهارده. هنطلع فاصل سريع ونشوف كورونا بتضرب المنتخبات، وكمان عايزين نعرف تفاصيل عن المنتخب النيجيري. كل ده هنشوفه مع احمد جمال الناقد الرياضي بالقاهره 24. نطلع فاصل سريع ونستقبل الاستاذ احمد جمال.
مفيش فرق كبير طبعا، الناس كلها ما شاء الله عليهم، محمد الشناوي طبعا كويس، ومحمد وابو جبل طبعا ربنا يشفيه ان شاء الله، ومحمد صبحي برده كويس جدا يعني الحمد لله على كل شيء يعني، وعندنا حراس كويسين كمان يعني، يعني محمد صبحي ما شاء الله عليه ان شاء الله يعني يتجدع شويه كده هتلاقي الدنيا معاه مشيت باذن الله. بامر الله في رجاله جامده، في لعيبه حلوه، ما كله اللي بيخش منتخب مصر المفروض يكون قد المنتخب ويكون راجل يعني. الاصابات الكوره لا مش مؤثره، لان عندهم البديل، والبديل احسن ده عصام الحضري، وده كده مدرب حراس المرمى وكم واحد كده مش هيأثر كتير ان شاء الرحمن كده، ورب الفضل كده من عند ربنا ان شاء الله، وربنا يوفق مصر. انت شايف كده احنا في حاجه ان احنا نفرح، وان شاء الله هنفرح بامر ربنا ان شاء الله. هي ممكن تاثر نفسيا شويه لحد ما يعني، لان هي الاصابات لحد دلوقتي مش مؤثره في اللعيبه، فهتاثر نفسيا شويه، بس ان شاء الله لا هي يعني اللعيبه هتبقى رجاله، وهتبقى قد الملعب، وهتبقى قد التيشيرت اللي هي لابساه، وان شاء الله هيجيبوها يعني. اكيد هياثر، بس الضربه اللي ما تموتش تقوي. احنا معانا 40 لعيب، واحنا عايزين 11 لعيب منهم، لازم ال 11 اللعيب كلهم يبقى نفس اللي هم هيلعبوا في الملعب قصاد 11 لعيب التانيين، فمفيش خوف وقلق. انا شايف اللي هي هتبقى منحه لينا قويه، او تبقى فرصه ودافع للاعيبه اللي هي عايزه تاخد فرص ان شاء الله رب العالمين. انا متفائل جدا على فكره، متفائل جدا جدا. القماشه كبيره قوي عنده ما شاء الله يعني، بس احنا المدرب هو تصريحاته هو اللي خلى الثقه من المصريين تهززت شويه، لكن هو ما شاء الله القماشه عنده ما شاء الله ما شاء الله يعني. برحب بحضراتكم من جديد، ونواصل اكيد حوارنا مع الصحفي المتميز الاستاذ احمد جمال بالقاهره 24. انا اسف الاستاذ محمد جمال. استاذ محمد مجهز لنا ايه النهارده؟ وانا عارف اللي عندك تفاصيل، في لعيبه مهمه احتمال تغيب عن منتخبات زي منتخب نيجيريا. النهارده شفنا شكاوي او اخبار خارجه من عدد منتخبات كبيره بلعيبه مهمه. خلينا نعرف الساده المشاهدين قصه كورونا بتضرب مين، ومين من اللعيبه المهمه. طبعا يا كابتن مبسوط اني مع حضرتك النهارده. اكيد طبعا يعني كاس الامم الافريقيه مقامه اكيد في توقيت صعب في وسط الموسم، دايما هي كاس الامم دايما موعدها دي. صامويل ايتو زي ما حضرتك قلت قبل كده هو تمسك باقامه بطوله كاس الامم السنه دي، وراجل رفض تماما اي يعني تاجيل للبطوله او حتى ارجاء البطوله. البطولة السنة دي في ظل بقى متحور اوميكرون مع فيروس كورونا اللي مستمر طبعا في العالم كله، اكيد بتشهد صعوبات كتيرة، واكيد كنا كلنا خايفين امبارح بعد اصابة عصام الحضري ومحمد ابو جبل وعدد كبير جدا من اداري منتخب مصر، وصلوا لثمان حالات، خايفين بقى على البعثة لما توصل الكاميرون ايه اللي ممكن يحصل، ممكن الحالات تزيد قد ايه، ممكن ايه اللي يجرى. المنتخبات الباقيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اكيد طبعا من اهمهم كان منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا الغيابات عنده كان في طبعا فيكتور اوسمين، ده مهاجم نابولي الايطالي، ده كان جاله فيروس كورونا وهو في ايطاليا، فالراجل خلاص ما فضلش هجوافين المدير الفني الوطني لمنتخب نيجيريا ان هو يضمه. الباقي كله كان بسبب مشاكل اداريه بالنسبه لمنتخب نيجيريا. طبعا كل الناس عايز تعرف في منتخب نيجيريا ايه ظروفه في الفتره الحاليه. منتخب نيجيريا غير المدرب بتاعه الالماني طبعا جيرنو روين، وكنا في الفتره الماضيه كان هنا موجود في البرنامج نبيل الطرابلسي المدرب العام السابق في جهاز روهير. طبعا دلوقتي بقى مدرب تاني هو اسمه اجوافين. اجوافين ده اوجستن اجوافين ده مدرب وطني، ده كان المدير الفني للاتحاد النيجيري. الراجل تولى المهمه منذ يوم 12 ديسمبر، يعني ما بقلوش لمده شهر. الراجل ما لحقش غير مباراه واحده بس في تصفيات كاس العالم، ثم الراجل سافر للكاميرون من 3 ايام. الراجل كان اعلن عن قائمه. اكيد منتخب نيجيريا فيه لعيبه مميزه، ولكن هيغيب عنه عدد من اللاعبين المميزين. لو اتكلمنا على ابرزهم هنلاقي طبعا ايجالو مهاجم الشباب السعودي، الراجل ده لعب في مانشستر يونايتد في فتره كبيره وراجل مميز، وهو عامل مشاكل كبيره جدا في الشباب السعودي الفتره اللي فاتت دي كلها عشان ما عايز يلعب في المنتخب. عايز يلعب في المنتخب. هو بعته طبعا حضرتك عارف في وقت للاستدعاء الرسمي من المنتخب 10 ايام. الراجل طبعا لما جاله الاستدعاء جاله بعد 7 ايام فقط، ففريق الشباب السعودي رفض تماما ارسال ايجالو. ايجالو انقطع عن التدريب خلال الفترة اللي فاتت. كمان في دينيس ده مهاجم طبعا فريق واتفورد الانجليزي، وراجل مسجل اهداف في البريمير ليج وبينافس دلوقتي اهو مع محمد صلاح بقى، وطبعا صلاح اكيد فارق كبير جدا، ولكن وجوده في البريمير ليج بيفيده اكيد بشكل كبير. برضو الاستدعاء، وخرج كلاوديو رانييري طبعا المدير الفني فريق واتفورد واكد ان دينيس مش هيروح كاس امم افريقيا مع فيكتور اوسيمين اللي غاب بسبب الكورونا، فاكيد دي غيابات بتاثر على نيجيريا. ولكن السؤال، هل نيجيريا منتخب سهل؟ هل نيجيريا منتخب ما بيملكش عناصر؟ لا اكيد بيملك عناصر.
عايز اقول لك يا كابتن طب عايز اعرف منك، مش اتقال اتعاقدوا مع باسيرو؟ اتعاقدوا مع باسيرو، ولكن باسيرو مش هيقودهم في كاس الامم اكيد يا كابتن، مش هيتحمل مسؤوليه ان هو يروح كاس الامم الافريقيه ويبتدي بقى من الاول يعني يدخل المعترك الافريقي الكبير ده في مجموعه فيها المنتخب الوطني المصري، هيبقى الموضوع صعب. لكن الراجل فضل ان هو يكون معاهم في فتره الاعداد طبعا للتصفيات النهائيه لكاس العالم. عايز اقول لك يا كابتن المنتخب النيجيريا، بص دي القائمه اهي معانا على الهواء بالظبط، انا هقول لك الابرز من القائمه دي. انا فاكر 19 احمد موسى اسم مش طبعا غريب. احمد موسى لعب في كاس العالم وسجل في الارجنتين ولعب في ليستر سيتي ودلوقتي بيلعب في الدوري التركي. كمان عايز اقول لك كابتن لو بصينا بس من الصف الاول هنلاقي ويليام ايكونج، ويليام ايكونج بيلعب في واتفورد وصلاح حظه عالي كبير جدا عليه. هنبص في الصف الثاني ممكن اللي نقول عليه كويس شويه هو سانوسي دوت بيلعب في بورتو البرتغالي. موجود كمان لعيب زي ويلفرد انديدي الرقم 16، ويلفرد انديدي يا كابتن من ابرز لعيبه الوسط في العالم وبيلعب في فريق ليستر سيتي. موجود بقى في خط الهجوم هيبقى كليتشي ايناتشو، ايناتشو كان من هدافين البريمير ليج السنه اللي فاتت وكان بينافس محمد صلاح وموجود لحد دلوقتي في ليستر سيتي، ولكن بقى وجود جيمي فاردي ووجود داكا فمؤثر شويه ان هو شارك بشكل اساسي مع الفريق. وجود كمان لعيب بحجم سامويل تشيكويزي، وافتكر يا كابتن الاسم ده، تشيكويزي لاعب فيا ريال اسباني. عايز اقول لك مركزه ايه؟ بيلعب جناح، بيلعب جناح يمين وشمال كمان. تشيكويزي يا كابتن من اللاعبين المميزين جدا مع فريق الفريق طبعا فريق فيا ريال الاسباني، وراجل كمان يا كابتن من اللعيبه اللي بتقدر تسجل اهداف، من اللعيبه اللي بتقدر توصل للمرمى بشكل كبير. عايز اقول لك ان هو قيمته التسويقيه 340 مليون جنيه. الراجل شارك في الموسم ده 17 مباراه في الليجا، سجل 5 اهداف وصنع هدف، ليه 19 مباراه دوليه وسجل منهم 3 اهداف، وكان من ابرز اللاعبين في المنتخب النيجيري في بطوله كاس الامم اللي اقيمت في مصر. كلنا فاكرين ان نيجيريا خدت المركز الثالث في البطوله اللي اقيمت في مصر بعد ما خسرت من الجزائر في نص النهائي، بعد كده كسبت تونس فقدرت انها تكسب المركز الثالث في مصر. فمنتخب كويس جدا يا كابتن. عندهم كمان اليكس ايوبي، اليكس ايوبي نجم ارسنال ودلوقتي موجود في ايفرتون الانجليزي، فكل اللعيبه دي تقدر تشكل عليهم فرق كبيره. كلها محترفه كلها كابتن المنتخبات. وكمان عايز اقول نقطه مهمه جدا الناس ممكن تكون ما ركزتش معاها بشكل كبير، وهو ان منتخب نيجيريا سافر بدري للكاميرون ولعب مباراه وديه امس الجمعه، لعب مباراه قدام القطن الكاميروني. طبعا انت لعبت قبل القطن الكاميروني وجبت هدف كمان في الفاينل في بطوله افريقيا في جرو. الراجل لعب امبارح 2-0، سجل اهداف من تشيكويزي واحمد موسى. انت ما حطيتش الخبر ده في الاعداد عشان تطلع تفاجئني بيه على الاول. تشيكويزي سجل هدف واحمد موسى طبعا سجل هدف. بتشيل من المعلومات بتلبي معاك. ماشي اتفضل. عايز اقول لك ان احمد موسى كمان يا كابتن من اللعيبه اللي بتبقى بالخبرات اللي بتقدر تقدم شيء كبير جدا لخط هجوم منتخب نيجيريا. وعايز اقول لك ان الراجل ده هيلعب بطريقه مختلفه شويه، ممكن يلعب 2-2 بحيث انه يحط تشيكويزي وايوبي وقدامه ايناتشو واحمد موسى. احمد موسى بيبقى هو الصريح وبيبقى ممكن من تحتيه ايناتشو او هما الاثنين بيدخلوا كمان في خط الهجوم. فده اكيد انت عارف راحوا ليه بدري ولا ما بين جاروا ونيجيريا ساعه، فانت ممكن تلاقي تواجد جماهيري كبير جدا للمنتخب النيجيري عشان المسافه بسيطه جدا. بالظبط زي ما قال طبعا سياده السفير كمان في المداخله معانا ان هو طبعا يعني شايف ان ممكن الجماهير المصريه تبقى اقل شويه من الجماهير النيجيريه، وده اكيد يا كابتن هيسبب عامل ضغط كبير جدا. حضرتك عارف ان اللعيبه الموجوده دلوقتي في منتخب مصر ما لعبتش كتير قدام جمهور خاصه اللعيبه المحليين. فده اكيد دور كبير جدا بالنسبه لصلاح، بالنسبه بقى للعيبه اللي هي قدرت انها تلعب قدام جمهور بره مصر سواء النني او مصطفى محمد. حتى دلوقتي في تركيا بيلعب في دوري قوي جدا جالاتا سراي، دوري عنيف جدا، الراجل كل مباراه لازم ينزل بالبانر بتاع فريقه والعلم بتاع فريقه عشان يحيي الجمهور في الملعب. فكل اللعيبه دي واحمد حجازي، كل اللعيبه دي وشناوي تقدر تشد لعيبه المنتخب اللي هم الصغيرين في السن زي عمر مرموش، زي مروان داوود، زي حتى في لعيبه محليه كبيره بس لسه ما لعبتش قدام جمهور زي مروان، زي طبعا محمود حمدي الونش، زي حتى احمد فتوح. كل اللعيبه دي محتاجه الشده من كابتن الفريق، ولازم الكابتن يعرفه كويس قوي ان الفوز على منتخب نيجيريا بيضمن لك ان انت طريقك يبقى سهل لمباراه نصف النهائي. ازاي؟ بحسبه بسيطه جدا، انت لو صعدت اول مجموعتك حضرتك بتبعد عن الجزائر وكمان بتبعد عن تاني المجموعات، حضرتك هتلاعب فريق من افضل 4 توالد. يعني ممكن حظك يكون غينيا، حظك يكون ملاوي، حظك يكون ممكن فرقه ممكن تكون لسه صعدك لكاس امم افريقيا لاول مره، في حاجات كتير هتترتب عليها بعد كده. فادوارك اللي باقيه هتبقى اولا بتلعب على ملعبك، ثانيا عندك فرصه انك انت توصل لمباراه نصف النهائي، توصل لقدام شويه. لكن لو صعدت تاني مجموعه فانت يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده في دور 16 منتخب الجزائر. والجزائر يعني احنا محضرين له حاجات برضه الشباب طبعا هيعرضوها، بس قول لي مين من اللعيبه المهمه تاني اللي الناس عارفاها وعارفه اساميها
اللي هتغيب عن البطوله. بص يا كابتن، هو النهارده طلعت تقارير هي غير رسميه طبعا، ما تمش اعلانها من الاتحاد السنغالي، وهو اصابه طبعا ادوارد ميندي حارس تشيلسي الانجليزي وخليدو كوليبالي مدافع نابولي، ودولت اهم عنصرين موجودين في منتخب السنغال مع ساديو ماني نجم ليفربول ان هم مصابين بفيروس كورونا. فده اكيد طبعا لو يعني لو الموضوع بقى صعب جدا ان هم يشاركوا، فاكيد ده هتبقى ضربه قويه جدا لمنتخب السنغال. الاثنين دولت مع طبعا ساديو ماني، مع لعيب زي ادريس جاي جانا لاعب باريس سان جيرمان، لعيبه تبقى مميزه جدا يا كابتن مع بعض. لكن لو انت شلت العنصرين دولت، وخاصه الاثنين في قلب الدفاع، انك تعرف ده كويس جدا لما تشيل قلب الدفاع الاساسي وحارس المرمى بالزبط. فانت ضربت الفريق بشكل كبير جدا، واليو سي سي المدير الفني فاكيد طبعا هيبقى الموضوع بالنسبه له صعب. ده ابرز اثنين طبعا. في امريك اوباميانج نجم ارسنال ومهاجم منتخب الجابون وقائد الفريق برضه اصيب بسبب فيروس كورونا، فعشان كده يا كابتن لازم نشدد الاجراءات. بس موجود ولا مش موجود؟ بيبقوا موجودين، هم سافروا، بس لازم يا كابتن لازم نخاف على منتخب مصر، لازم اللعيبه تبقى عارفه ان الاجراءات مهمه جدا، خاصه يا كابتن النظام الصحي كمان في البطوله المره دي مختلف. عاملين لازم. انا عايز اقول لك شيكابالا، عندنا معلومه دلوقتي ان شيكابالا برضه جاله كورونا ودرجه حرارته مرتفعه جدا. طبعا ده موضوع بيبقى صعب جدا، الف سلامه طبعا عليه. الموضوع بيبقى صعب جدا خاصه ان احنا اكيد في متحور جديد في العالم، ودلوقتي اكيد فيروس كورونا ما زال في مصر. حضرتك عارف كل ما الجو بيبقى ممكن يكون اكتر ممكن العدد بيزيد اكتر، فاحنا بنتمنى طبعا الشفاء. برضه عايز اقول لك ان يعني بالنسبه بقى لمنتخب مصر، ان عصام الحضري بكره ان شاء الله هو ومحمد ابو جبل هيجروا مسحه ان شاء الله صباح يعني الاحد كده، وان شاء الله لو سلبيه الاثنين هيطيروا على طبعا الكاميرون. لو الاثنين فيهم واحد او واحد اللي هناك الامور مستقره تماما، وجود طبعا كابتن طارق سليمان ووجود الاثنين الحراس التانيين مع الشناوي سواء صبحي او جاد هيكونوا مكملين في المهم. هتقول لي برده محضرين لك النهارده، محضر لك اغلى طبعا اللاعبين في بطوله كاس افريقيا. كل الناس عايز تعرف مين الاغلى، الارقام المصري ايه يعني. مش هقول لك باليورو، فطبعا هتطلع قدامنا على الشاشه، بس اغلى لاعب حضرتك شايفه تفتكر مين؟ انا بقول محمد صلاح. بالظبط كده، محمد صلاح لاعب طبعا منتخبنا الوطني وليفربول الانجليزي، قيمته التسويقيه 100 مليون يورو، يعني بما يعادل مليار و700 مليون جنيه مصري. فانت متخيل يا كابتن حجم الرقم اللي بقوله، مليار و700 مليون جنيه. فعايزك تتخيل كميه التامين اللي هتبقى على محمد صلاح. وزي ما بقول لك قبل ما ادخل معاك على الهواء على طول، ميرور البريطانيه اكدت ان هيكون في حراس كبار جدا ومسلحين مع طبعا الاسماء الكبيره، سواء رياض محرز في الجزائر، محمد صلاح، ساديو ماني، كل المنتخبات الكبيره بتحافظوا. الناس دي بيحافظوا على الارقام اللي بتدافع دي، وبيدي كده عشان هو ينطلق. انا نادي بالظبط، انا نادي بدفع فيك فلوس كتير جدا يا كابتن، فلازم تحافظ انت كمان على الفلوس دي. عشان كده محمد صلاح ساعات بيحط شروط وساعات بيتكلم، ده حقه الاحترافي. في المركز الثاني ساديو ماني طبعا مليار و360 مليون، اشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس هيكون مليار و190 مليون، ويلفرد انديدي لاعب منتخب نيجيريا كابتن وسط ملعب ليستر سيتي مليار و20 مليون جنيه، فرانك كيسي ده نجم ميلان الايطالي ومرشح على فكره انه يكون موجود في ليفربول مع محمد صلاح، قيمته التسويقيه 816 مليون جنيه مصري، رياض محرز طبعا نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي بقيمه تسويقيه 680 مليون جنيه وهو 40 مليون يورو. كل اللي هيجي دلوقتي كلهم 40 مليون يورو، يعني 680 طبعا مليون جنيه. برضو مجهز لك يعني اعلى بقى المنتخبات، يعني احنا اتكلمنا على لعيبه، طب المنتخبات بقى الاعلى تفتكر مصر في المركز الكام؟ تفتكر الجزائر في المركز الكام؟ لا اكيد احنا مش الاول، احنا مش الاول خالص. ده عشان كده وريت لك دلوقتي منتخب السنغال طبعا في المقدمه بقيمه تسويقيه 5 مليار و814 ما شاء الله. في المركز الثاني منتخب كوت ديفوار قيمه تسويقيه 5 مليار و202 مليون جنيه، المركز الثالث منتخب نيجيريا طبعا 4 مليار، منتخب المغرب 3 مليار، ومنتخب الجزائر 3 مليار و145، منتخب مصر بقى يا كابتن هو ليه 2 مليار و754 مليون جنيه. محمد صلاح لوحده قلنا مليار وشويه، فلعيبه المنتخب الباقيين اكيد مهمين، ممكن يكون ابرزهم الشناوي، محمد النني، رمضان صبحي، دولت اللي بيتخطوا ال 5 مليون يورو. ولكن محمد صلاح، خلي بقى خلينا نتكلم بصراحه، اللعيبه المحليه اكتر هنا اكتر من ما عندناش لعيبه محترفه، فبالتالي كم تقدر. بص يا كابتن لو بصيت في القايمه هتلاقي منتخب كوت ديفوار الثاني، منتخب كوت ديفوار مش ده المنتخب اللي حضرتك واجهته خالص اكيد واتغيرت الدنيا. ده بيطلع كل يوم 20 محترف من كوت ديفوار بسبب الانديه بتاعتهم ما بتبالغش، في مدارس بتفرج عليها انديه اوروبيه بيطلع ب 300000 دولار و200000، واللغه بتبقى سهله، فبيسال يقول لك انا اخد اللعيب ده احسن ما اروح مصر بعقليه رؤساء الانديه هنا. صح. يقول لك 10 مليون هو لسه عمل ماتشين كويسين. اخر لعيبه يا كابتن طلع من عندنا كان مين؟ ودي نقطه مهمه جدا وقضيه مهمه جدا لازم نناقشها. اخر لعيب كان ممكن يكون طلع ووصل للمرحله دي هو تريزيجيه في سن صغير، لكن بعدها توالت لو حضرتك تفتكر في احمد رفعت كان شاب صغير، ودلوقتي شفنا مستر كارلوس كروش بيقول عليه في المؤتمر الصحفي بيقول ان انا من 8 سنين بصيت لقيت احمد رفعت انضم مع بوب برادلي. دلوقتي احمد رفعت 28 سنه، هو كان فين في ال 8 سنين؟ في ده لعيب مصطفى فتحي برضه لما ظهر مع نادي الزمالك في 2014
الكل اتكلم انه ممكن يحترف في ايطاليا، الراجل ما احترفش في ايطاليا. احمد حمدي بعد ما ظهر مع بدري من الاخر طلبات أندية مصطفى وفي لاعب زي احمد طبعا. حمدي انا بقول لك ده شغل وكلاء لاعبين، بيبقى اللاعب بيجدد فيروح يقول لك اودنيزي وبعد كده يقول لك بارما وبعد كده بيومين نصحى مانشستر عايزه زي كروش. ان الراجل متعاقد مع منتخب الوطن قال لك هنا بقى ايه تلاقوا كلاء اللاعب عشان احمد مجاد كمان يبقى فرحان لو جاب قال لك مانشستر يونايتد يفاوض الراجل بكو ونبتدي للاسف نناقش البرامج اللي هل هيروح ولا لا. ده كلام مش طبيعي وكلام مش منطقي. برضه عايزين نتكلم على محمد صلاح شويه، ارقامه بقى قبل كاس امم افريقيا واكيد بنبارك له على وجوده في القائمه المختصره في جائزه افضل لاعب في العالم سابيست. هيروح فين في الجائزه؟ انا بص يا كابتن انا يعني التقارير كلها في العالم كله والارقام بتقول ان محمد صلاح لابد ان هو يتوج بجائزه افضل لاعب في العالم خاصه المقدمه في سابيست. كلنا شفنا من وجهه نظري ال- 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 الكارثه اللي حصلت من البالون دور او الفرانس فوتبول اللي بقت بصراحه يعني مش بتتقدم بشكل مميز بقالها اكتر من سنه، وان احنا نشوف ليونيل ميسي ياخدها ونشوف محمد صلاح في المركز السابع مراكز متقاربه جدا وكريستيانو رونالدو تفوق عليه بقى في المركز السادس ومبابي مع ان ميسي ما قدمش اي مستويات خالص. ده حتى في الدوري الاسباني في ضربه البدايه بتاعته ما كانش ميسي خالص. انا عايز اقول لك ان هو اخر سنتين كان عنده مشكله مع بارتوميو رئيس برشلونه السابق لما جه لابورتو قال له هجدد والعب بس، خسر من البايرن بعد كده خرج من دوري الابطال راح باريس ما قدمش اي شيء وفي الاخر بياخد افضل لاعب في العالم. انا وجهه نظري ان كان ممكن اللي ياخد افضل لاعب في العالم هو المنافسه هتنحصر ما بين اثنين، روبرت ليفاندوفسكي اللي محقق كل شيء مع بايرن ميونخ سواء ارقام فرديه او بطولات، ومحمد صلاح اللي بيحقق كل شيء مع فريق في الدوري الاقوى في العالم. انا عايز اقول لك كابتن ان ارقام محمد صلاح السنه دي وصل ل 16 هدف في البريمير ليج في 20 مباراه، وده رقم كبير جدا وهو الرقم اللي اول مره يوصل له محمد صلاح. صلاح في اول موسم ليه مع ليفربول قدر ان هو يحقق 32 هدف. لما محمد صلاح دلوقتي 32 هدف النهارده 16 جول بعد 20 مباراه، ما زال قدامه 14 اسبوع يقدر يجيب فيها قد ايه. هيغيب بس في كاس الامم اسبوعين، يعني الراجل هيرجع. وكمان يعني دي اكيد طبعا احنا ما نتمناش ده، بس محمد صلاح محظوظ شويه الموسم ده، وهو ان جيمي فاردي كمان اتصاب وكمان هاري كين اتصاب فاكيد عنده فرصه. فارقامه سريعا كده قبل كاس امم افريقيا ان شاء الله. صلاح طبعا زي ما قلنا قيمته التسويقيه مليار و700 مليون جنيه. شارك الموسم ده في 26 مباراه، سجل 23 هدف في كل البطولات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 23 جول يا كابتن في 26 مباراه وصانع 9، فده رقم ضخم جدا طبعا على لعيب كوره. هداف الدوري الانجليزي برصيد 16 جول، هداف ليفربول في دوري ابطال اوروبا برصيد 7 اهداف منهم كان هدفين في اتلتيكو مدريد في واندا متروبوليتانو. المشاركات الدوليه صلاح اللي الناس بتقول عليه مش مؤدي مع منتخب مصر، راجل مشارك في 73 مباراه دوليه، سجل 43 جول وصنع 22 جول. يعني راجل يا كابتن مساهم في 65 هدف في 73 مباراه واصبح الهداف الثاني التاريخي بعد كابتن حسام حسن. فين اللي محمد صلاح مش مقدم كل شيء؟ محمد صلاح مقدم كل شيء، ولكن اكيد في ظروف كتير. صلاح حضرتك قلت مش بيلعب لوحده. ابراهيم سعيد قال جمله مهمه جدا دلوقتي، قال لك مشكله بتعقد عليه الامال كانه هو لوحده، مفيش في لعبه جماعيه لعيب يقدر يعمل حاجه لوحده، لازم الجماعه. دي كره جماعيه، لازم بالزبط. كل واحد يعمل دوره، فانت بتبقى عايز من صلاح فوق ما كلنا نتخيل. عايز اشوف في ليفربول يا كابتن بنلاقي مانيبي بيخدم عليه، بنلاقي حتى جوتا اللي جه جديد في ليفربول من ولفرهامبتون بيخدم عليه، وجود كمان فيرمينو بيخدم عليه وسط الملعب مميز جدا سواء بيكيتا او هندرسون او فابينو، كل اللعيبه دي بتقدر تخدم على صلاح فبيوصل للمرحله دي. هنا مع احترامي طبعا لما بيكون موجود مع منتخب مصر اكيد فرق كبير جدا ما بين اللعب في الدوري الانجليزي والمستوى اللي صلاح واصل له وما بين المستوى في الدوري المصري، خلينا واضحين مع بعض ونتكلم بصراحه. ولكن صلاح خلال السنتين اللي فاتوا ممكن يكون ابتعد شويه عن منتخب مصر بسبب الكورونا، والراجل غاب شويه عن الجهاز الفني السابق بقياده الكابتن حسام البدري، بعد كده لما جه كارلوس كروش الراجل انضم ما سجلش قدام الجابون وقدام انجولا. ولكن ان شاء الله تكون بطوله كبيره جدا بالنسبه لصلاح عشان يقدر ان هو ينافس على جائزه افضل لاعب في العالم ان شاء الله. جيمي انا بشكرك على كل المعلومات اللي انت قلتها، دايما بناخد منك معلومات مهمه جدا، وانا دايما بشيد بيك وانت راجل بتذاكر كويس وبتجيب معلومات كتير جدا، علشان كل ده عشان خاطر السادة المشاهدين يبقى ملمين بكل الاخبار اللي فيما يخص كاس الامم الافريقية والنجوم اللي كانوا بعيد والقيمة التسويقية بتاعت المنتخبات. انت شفت الفوارق كبيرة قد ايه. محمد جمال الصحفي بالقاهرة 24 بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بتبقى موجود معانا وتبقى اضافه للبرنامج. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا يا كابتن شادي، وانا اللي مبسوط دايما مع حضرتك طبعا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا، وبكده خلصت حلقتنا النهارده من اوضه اللبس. استنونا بكره قبل دلوقتي بساعتين وتصبحوا على الف خير.